دلوقتي الحصه دي 7 ساعات. بص دلوقتي انتوا عارفين ان احنا لاغيين حصه نظري الاسبوع ده، فعشان كده هنطول الحصه شويه. مش هتوصل انها مجمعه يعني، بس لازم نطولها شويه. يعني هي لو كانوا الحصتين مع بعض كنا هناخد 15 صفحه. هي دلوقتي تعتبروها حصه ونص، هناخد 10 صفحات. ماشي؟ عشان هيبقى فاضل لنا حصتين اميونيتي ونخلص بقى. ما زهقتوش؟ ما زهقتوش؟ ده لسه في بيولوجي ومفروض ارجع لكم. مش انتوا عايزين ارجع لكم اميونيتي؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ طيب ما هو الجنرال ده انا اكيد هقوله عشان الناس ما حضرتوش. فيا خلاص يبقى ما حدش يشتكي بقى يا جماعه. انا لا عمري خدت حصه زياده ولا اي حاجه من اول السنه، احنا عمالين نلغي. ف يلا خلينا نخلص. امتحانكم 12 واحد اول ماده، واخدين بالكم ليه؟ مبصرش. فعايزين قبليها بسبع ايام على الاقل نكون مخلصين كل حاجه. الاعلان هينزل. فاول امتحان عندكم غالبا 12 واحد. يلا بص، يلا اقعدوا يا جماعه اقعدوا. طب كم فوق؟ انا قلت النهارده يوم مطلوب، كله هيجي الجمعه بعد الساعه بتاعت يوم الاثنين. بس هو حكايه الدكتور جمال لما جه معايا فخلى المجمع يقل سنه كويس. يلا اقعد يا ابني. بص يا حلوين، النهارده ان شاء الله هناخد الاتي في الجزء الاول من الحصه. خلاص خلاص ايها الاخوه والاخوات، حنفي اسمع صوتك يا حنفي، انا بقول لك اهو. ماشي؟ اللي حواليك ناس كمل والله، انت الوحيد اللي بتشيطنني. وخصوصا موسى. والله العارف بالله الشيخ موسى. والله العظيم هنعمل له مقام. فاشوف حد بيتكلم حواليك. طيب عارفين انا صوتي امبارح بعد العملي ما كانش طالع. خدت حقنه كورتيزون وفينادون عشان يطلع تاني. تخيلوا؟ فينادون. يا حبيبي فينادون في كورتيزون انتي انفلاماتوري. بيستخدموه في الادمان برضه يا ابو حنفي، واخد بالك؟ لو شربت زايد فينادون تعمل لك دماغ. فربنا يستر والله، ربنا يستر، بس نكمل الشهر ده على خير. ما علينا. بص دلوقتي ان شاء الله هناخد النهارده الاتي. موضوعنا الرئيسي يا ابني يا حبيبي. بس اهو بتقول لك الابله بصاله. اسف. طب يا اخويا اسف، مؤدب قوي الواد ده. اسف. ايوه طبعا. طب يا حبيبي تسمك يا حبيبي. مين؟ اخوات يا مينا؟ ليك اخوات؟ شبهك كده؟ شبهك. طيب عيله مضروبه يا مؤاخذه. طب يلا ربنا يخليك حبيبي، ربنا ياخدك. ميرسي. يلا يلا يا جماعه بص، النهارده يا استاذ مينا عشان اصالحك، النهارده اول حاجه هناخدها الكوبي، اللي هو يعتبر يعني من اغلس الدروس في الامتحان، بس احنا هناخده بطريقه ان شاء الله تطلعوا حافظينها. ده الجزء الاول من الحصه. بعد البريك بقى ان شاء الله لو عشنا هناخد حاجه اسمها تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، اللي هو مرتبط بالكوبلت. وبعد كده نرجع للمذكره القديمه ناخد حاجه اسمها تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. ده في الجزء الثاني من الحصه اللي هو اسهل بكتير من الجزء الاولاني. يبقى الجزء الاولاني هو اللي عايز تركيز. يلا صحصحوا معايا بقى زي ما اتفقنا، الكومبلمنت هو اغلس درس فمحتاج تركيز. كله يبص لي. اول حاجه بقى الكومبلمنت ده عباره عن ايه؟ كله باصص لي. دي مجموعه من البروتين بتطلع من الليفر، المصدر الرئيسي بتاعها ليفر، وبعضهم بيطلع من الماكروفيج. يبقى اذا لو واحد عنده ليفر سيروزس، جبت لك انا في الام سي كيو واحد عنده في راس السؤال ليفر سيروز، يبقى انا متوقع اسالك على ايه؟ على الكومب. ما هو الليفر ما بيطلعش حاجه مهمه الا الكومب بالنسبه للام. جميل. السؤال بقى البروتين دول قد ايه وعلى هيئه ايه؟ اولا الكومبلمنت بروتين دول اساسا هم بروتين كتير قوي. الاساسيين منهم من سي 1 لسي 9 يعني 9، بس في اذر كومبلمنت هناخدها مش واخدين ارقام لكن يعتبروا تبع الكومبلمنت. يبقى اي بروتين هناخده النهارده في الكاسكيت بتاع الكومبلمنت هو يعتبر ايه؟ كومبلمنت، بس مش واخد رقم. طيب السؤال بقى، انت لما بتطلعهم من الليفر بيطلعوا اكتف ولا ان اكتف؟ ان اكتف بالظبط. امتى يحصل لهم اكتيفيشن بقى؟ لو جالك انفكشن.
لو جالي انفكشن يبتدي يحصل لهم اكتيفيشن. طب الاكتيفيشن بتاعهم على هيئه ايه؟ حاجه اسمها كاسكيد مانر. حد عارف يعني ايه كاسكيد يا حبايبي؟ متواليه، يعني الكومبلمنت اللي يبقى اكتيفيتد يتحول لانزايم يعمل اكتيفيشن اللي بعديه. فاكرين الكلوتينج فاكتور يا حبايبي؟ مش انتوا خدتوا الباسوي بتاع الكلوتينج ده؟ يشبهه جدا، ان الفاكتور اللي يبقى اكتيفيتد يقوم عامل اكتيفيشن للي بعديه. بس في شرط بقى في الاكتيفيشن هنا، اللي هو ايه؟ لما بنيجي نعمل اكتيفيشن من سي 2 لسي 5، يعني سي 2 و 3 و 4 و 5، اي كومبلمنت من دول بيبقى اكتيفيتد بيحصل له حاجه اسمها كليفج. عارفين يا حبايبي يعني ايه كليفج؟ يتشق، فيطلع منه اتنين سب يونت، حاجه اسمها ايه وحاجه اسمها بي. يعني مثلا السي 2 لما تعمل له اكتيفيشن هيطلع منه سي 2 اي وسي 2 بي، سي 3 لما تعمل له اكتيفيشن يطلع سي 3 اي وسي 3 بي، وهكذا 4 و5. السؤال بقى مين فيهم اللي بيكمل الكاسكيد دايما؟ البي سب يونت. يعني البي سب يونت لما هتطلع هي اللي هتكمل الكاسكيد، الايه بتسيب الكاسكيد، وبتسيبه مش عشان تشتغل رقاصه مثلا، لا ده بتلعب دور مهم في الاميونيتي، يعني هي طالعه ريليزد بس ليها دور في الاميونيتي، لكن المهم انها بتغادر الكاسكيد. يبقى ده اللي هو الاكتيفيشن فروم سي 2 لسي 5. ماشي يا حلوين؟ يبقى دي مقدمه بقى، نبتدي في التفاصيل، كله بقى يبص لها. وخلي بالكم احنا بعد ما نخلص الثلاثه باسوي هنراجعهم من الرسم. انا جايب لكم رسومات كويسه قوي، بس مش عايز حد يبص في اي رسمه الا لما نخلص الكاسكيت كله. لما نراجعه مع بعض كاننا ايه؟ كاننا بنراجع مره ثانيه، ماشي؟ فكله يركز معايا، وهمشي في بطن شيء، هم اول صفحتين هم اصعب صفحتين النهارده. بصوا بقى. ازاي نعمل اكتيفيشن للكوبري لما يجي لي انفكشن؟ ثلاثه باسوي. باسوي اسمه كلاسيكال، وباسوي اسمه ليكتين، وباسوي اسمه الترناتيف. يبقى هم دول الثلاثه باسوي. احسن طريقه لحفظهم ان احنا نقارنهم ببعض. فهتبصوا لي في الورقه بقى، هناخد الايتم الرئيسيه بتاعت اي باسوي، هما خمسه. اول حاجه تقول لي ده تبع الانيت ولا الادابتيف اميونتي، بتبص على الشمال خالص. تاني حاجه تقول لي بتعمل انيشيشن للكومبلمنت ازاي، يعني اول كومبلمنت يبقى اكتيفيتد في الباسوي دي اسمه ايه؟ بعدين اقلبوا الصفحه. الخطوه الثالثه اسمها فورميشن اوف سي 3 كونفرتيز. انتوا عارفين يا حبايبي كونفرتيز يعني اكتيفيتور، يعني عشان اعمل اكتيفيشن لسي 3 بعمل ايه؟ فكلمه كونفرتيز يعني اكتيفيتور. طيب الايه؟ الخطوه اللي بعدها فورميشن اوف سي 5 كونفرتيز، يعني برضه ازاي بعمل اكتيفيشن لسي 5. واخر حاجه بقى فورميشن اوف مان، اللي هو اختصار من برين اتاك كومبلكس، اللي هو بقى الكومبلمنت اللي هيموت لك الايه؟ الاورجانيزم. ماشي يا حلوين؟ يلا ارجعوا بقى ومعايا كده واحده واحده بالراحه، بس مش عايز كلام. نبتدي بقى اول حاجه الكلاسيكال باسوي اللي هو اهم واحد، وده اول واحد اكتشف في الثلاثه. بصوا بقى الكلاسيكال باسوي ده تبع الادابتيف اميونيتي، ده الوحيد في الثلاثة اللي تبع الادابت. اشمعنى بقى؟ لان اللي بيعمل اكتيفيشن للباسوي ده هو الانتي بودي، يعني انا محتاج انتي بودي. طبعا انتوا عارفين ما دام محتاج انتي بودي يعني يمور الاميونيتي، يبقى ده النيت ولا ادابتيف؟ ادابتيف. حلو قوي. القصه بتبتدي ازاي بقى؟ بصوا ادي دخل لك بكتيريا او اي اورجانيزم، حلو؟ طيب لزق في انتي بودي. فكروني بقى يا حبايبي، كنا حافظين قاعده لما الانتي بودي بيلزق في حاجه بيشتغل بكام طريقه؟ ايه هما الافكتور فانكشن اوف انتي بودي؟ اربعه. يا نهار ازرق، اوبسونايزيشن واي دي سي سي ونوتراليزيشن وكومبلمنت اكتيفيشن. بذمتكم احنا كررنا الكلام ده كام مره؟ مش محتاج تبقى حافظ.
لما اجي اقول لك الانتي بودي بيشتغل ازاي هم اللي يبعدوا. طيب خدنا الحلقات اللي فاتت يعني ايه كلمه اوبسونايزيشن ويعني ايه كلمه اي دي سي سي ويعني ايه كلمه نوتراليزيشن. فاضل لنا بقى ايه؟ كومبلمنت اكتيفيشن. فالانتي بودي مسك في البكتيريا وقرر انه يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت عشان الكومبلمنت هو اللي يموت البكتيريا. طيب اول سؤال بقى، مين الانتي بودي اللي تقدر تعمل كومبلمنت اكتيفيشن؟ احنا خدنا 5 كلاسز اللي هيقدر يعمل، هو الام والجي، صح ولا مش صح؟ الام هو احسن واحد يعمل كومبلمنت اكتيفيشن لانه الهايست موليكولار ويت، ولما نيجي نشوف الرسومات هتفهموا ليه. ليه انا لما ابقى هاي موليكولار ويت اقدر اعمل اكتيفيشن للكوبل كويس؟ يا ليه الجي؟ قولوا لي يا حبايبي، الجي كان 4 سب كلاسز، اقوى واحد بيعمل كومبلمنت هو مين؟ جي 3 بالظبط، يا ليه جي 1 وبعدين جي 2. يبقى تاني بقى الكاسكيد بيبتدي بان انت عندك ام او جي من الثلاثه دول مسكوا في البكتيريا. بصوا بقى بيحصل ايه، كله باصص لي، قولوا لي لو ده الانتي بودي اهو، مش الحته التحتانيه دي كان اسمها كونستانت هيفي سي اتش صح؟ قولوا لي كانت معموله من كام جزء؟ 3. عندي حاجه اسمها سي اتش 1 وحاجه اسمها سي اتش 2 وحاجه اسمها سي اتش 3 صح يا حبيبي؟ السؤال بقى الكومبلمنت بيجي يلزق فين؟ ما انا دلوقتي عايز اعمل اكتيفيشن للكوبل، الريسبتور بتاع الكومبلمنت بيبقى على سي اتش 2، فهبتدي اعمل اكتيفيشن للكومبلمنت على سي اتش 2. فبصوا بقى هيحصل ايه؟ اول ما الانتي بودي يلزق في البكتيريا يبتدي يحصل حاجه اسمها كونفورميشنال تشينج في الكونستانت هيفي 2، يعني شكلها يتغير تغير بسيط كده، بقى بقت ريدي انها تعمل اكتيفيشن للكوبل. طب اني كومبلمنت بقى اللي ببتدي بيه؟ سي 1. يبقى الكلاسيكال باس واي اول كومبلمنت بيبقى اكتيفيتد هو سي 1. بصوا لي بقى، سي 1 ده ربنا خلقه معمول من 3 اجزاء، حاجه اسمها سي 1 كيو وسي 1 ار وسي 1 اس، بيبقوا في الاحوال العاديه منفصلين عن بعض، يعني كل واحد لوحده. عشان كده بقى اول كومبلمنت بيلزق على السي اتش 2 هو سي 1 كيو، يبقى اول كومبلمنت عملنا له اكتيفيشن هو سي 1 كيو. اول ما كيو يلزق هيقوم عامل ايه بقى؟ هيقوم عامل اكتيفيشن ل 1 ار، يعني يعمل اتراكشن ل 1 ار ويلزقه جنبيه عشان يعمل له اكتيفيشن. والار اول ما يبقى اكتيفيتد يعمل اكتيفيشن للاس وياخده جنبه. يعني قولوا لي بقى في نهايه الخطوه دي بقى عندك ايه لازق على السي اتش 2؟ سي 1 بالتلات اجزاء بتوع اللي هم مين يا حلوين؟ سي 1 كيو ار اس، التلاته لازقين في بعض على السي اتش 2. وكده يبقى خلصنا اول خطوه في الكلاسيكال باسورد، سهله جدا. لا اللي عنده سؤال يكتبه. طب قول عشان هي اللي عندها ريسبت للكومبلمنت. لو انت كنت منتبه وما بتتكلمش مع محمد كنت قلنا الكلام، قلنا ريسبت بتاع الكومبلمنت على سي اتش 2. لا مش انت، في محمد تاني. ابو سلام ما شاء الله محمدات كتير وكلهم عايزين الحرق، ربنا ياخدك يا حبيبي. بص ركز معايا يا موسى شويه، ايه اللي وقع جنبك ده؟ بيبس. طيب نراجع بقى، كله يبص لي قولوا لي. لا الاسئله بقى، شفت فتحت علينا اكتبوا الاسئله، لما اخلص الصفحتين برسوماتهم هتسالوني وهتكتشفوا ان محدش هيسالني بعد كده. طيب يلا قولوا لي الكلاسيكال تبع الانت ولا الادابتيف؟ اشمعنى؟ عشان محتاج انتي بودي. اني انتي بودي اللي بتعمل كومبلمنت اكتيفيشن؟ اقوى واحد الام. اشمعنى؟ عشان هاي موليكولار ويت. ويلي مين؟ اني جي بالظبط. جي 3 اقوى واحد وبعدين 1 وبعدين 2. طيب قولوا لي لما الانتي بودي من دول يمسك في الاورجانيزم
ايه المنطقه اللي بيتغير الاستراكشر بتاعها؟ السي اتش 2. اشمعنى يا موسى؟ عشان هي دي اللي عليها ريسبتور يستقبل الكوبل. طب اول كوبل من بيدخل هو مين؟ سي 1. سي 1 ده معمول من كام جزء؟ اللي هم كيو وار واس. اول واحد بيلزق كيو، وبعد ما يلزق يقوم شادد مين؟ الار، والار يقوم شادد مين؟ الاس. اسم الله عليكم. بقى عندي سي 1 كيو ار اس لازق على السي اتش 2. جميل؟ نبتدي بقى نقارن الكلام ده بالباسوي التانية. تعالوا بقى نشوف اللكتب باسوي. بصوا لي يا حلوين، اللكتب باسوي مش محتاجة انتي بودي، عشان كده احنا بنقول تابع الانيت. يبقى هذا الباسوي عشان يحصل له اكتيفيشن مش محتاج انتي بودي اساسا، يعني اسرع من اللي فات. بصوا بقى القصة بتبتدي بايه. كله بصوا لي يا حلوين، عندي بعض الاورجانيزمات خاصة البكتيريا بيبقى على سطحها شوجر اسمه منوس. المنوس ده بقى هو اللي بيلزق عليه اول كومبلمنت في هذا الكاسكيد. اول كومبلمنت اسمه منوس بايندينج ليكتين، اللي هو اختصاره ام بي ال. طبعا من اسمه واضح انه بيلزق فين؟ في المنون. وانتوا عارفين ده مين يا جماعه؟ ده كومبلمنت بروتين، وكنا سمعنا عنه زمان، ده احد الاكيوت فيس بروتين اللي بتطلع من الليفر. فاكرين احنا كنا خدنا اتنين اكيوت فيس بروتين، منوس بايندنج ليكتين وسي رياكتيف بروتين. اهو طلع بقى ايه؟ المنوس بايندنج ليكتين ده عباره عن احد الكومبلمنت بروتين. يبقى ده لازم. واحد يقول لي يا دكتور طب ايه اللي يضمن لي ان المنوس بايندنج ليكتين ما يلزقش على سطح السلف سيل؟ احنا بحمد الله مفيش خليه عليها منوس. بالظبط. يبقى المنوس ده موجود حصريا في الاورجانيزمات فقط، فلا يمكن الكاسكيت ده يتم على ايه؟ على حضرتك. طيب بصوا بقى، جه لزق المنوس بايندنج ليكتين. بص بقى محاسن الصدف، الاستراكشر بتاعه شبه الاستراكشر بتاع سي 1 كيو. فاكرين سي 1 كيو؟ اللي هو اول كومبلمنت في الباسوري ده. ده شبهه بالظبط، لما اوريكم رسمته شبهه. طيب اول ما بيلزق المنوس بايننج ليكتين هيحصل فيه حاجه اسمها كونفورميشنال تشينج، يعني تغير بسيط في الشكل. ساعتها بقى اول ما يحصل التغير ده يقوم عامل اتراكشن واكتيفيشن لاتنين بروتين، واحد اسمه ماسب 1 وواحد اسمه ماسب 2. دول برضه كومبلمنت بس واخدين اسماء. احنا اتفقنا اي بروتين هيدخل في الكاسكيد ده تبع الكومبلمنت بروتين. لا وبص محاسن الصدف بقى، ماسب 1 يشبه في الاستراكشر بتاعه سي 1 ار، تخيلوا، وماسب 2 يشبه في الاستراكشر سي 1 اس. يعني بصوا بقى في نهايه الخطوه دي هيبقى مين اللي لازق على البكتيريا؟ تلات حاجات اللي هم ام بي ال، وبعدين ماسب 1 ماسب 2. كان مين اللي لازق بالظبط؟ سي 1 كيو ار اس. مش هم يشبهوا في الاستراكشر؟ كان سي 1 كيو ار اس هي اللي لازقه. طبعا بصوا بقى، اللي يحب للعلم يعرف ماسب دي اختصار ايه، لانه اسم طويل قوي انا كاتبه لكم. ام اختصار منوس بايندنج ليكتين، واي اس اختصار اسوشيتد، وبي اختصار بروتينز. يبقى البروتين دي اسمها منوس بايندنج ليكتين اسوشيتد بروتين. محدش يغامر ويكتب الاسم كله يا جماعه، هتغلط فيه. يبقى انت الاختصار معترف بيه، وبالتالي مش مهم تكتب الاسم كده. يبقى احنا كده يا حبايبي خلصنا اول خطوه في الليكتين باسوي. هنقلب الصفحه بقى، لان عشان نشرح الالترناتيف محتاجين ايه؟ ناخد خطوات اكتر في الاثنين دول. فقلبوا الصفحه. هبتدي بقى يا حلوين الخطوه الثانيه في الكاسكيد، حاجه اسمها ايه؟ الخطوه الثالثه قصدي، فورميشن اوف سي 3 كونفرتيز. يعني انا عايز اطلع حاجات في الباسوي تعمل اكتيفيشن لسي 3. بصوا بقى سهل قوي، كله بصوا، ادي الكلاسيكال باسوي
مش احنا سايبينها. وكان في سي 1 كيو ار اس على سي اتش 2. بصوا بقى السي 1 كيو ار اس ده هيقوم عامل اكتيفيشن لاتنين كومبلمنت مره واحده. يعمل اكتيفيشن الاول لسي 4 وبعديها بثواني يعمل اكتيفيشن لسي 2. فكروني بقى من سي 2 لغايه سي 5 لما بنعمل اكتيفيشن بيحصل حاجه اسمها ايه؟ كليفج. اسم الله عليكم. يعني 4 هيطلع منه 4 ايه و4 بي. طب واتنين؟ 2 ايه و2 بي. قولوا لي مين اللي بيكمل الكاسكيد؟ البي دايما. فا 4 ايه و2 ايه هيطلعوا بره الكاسكيد، و4 بي و2 بي هيلزقوا مع بعض ويقوموا طالعين لازقين على البكتيريا. يعني هيبقى عندك سي 4 بي 2 بي الاثنين جنب بعض ويلزقوا على البكتيريا، وكده انا سبت الانتي بودي خلاص. يبقى بقيه الكاسكيد هيتم على مين يا حلوين؟ على البكتيريا. عارفين بقى 4 بي 2 بي ده هم مين؟ اللي احنا بنقول عليهم سي 3 كونفرتيز. هم دول اللي هيعملوا اكتيفيشن لسي 3 بالظبط. ليه بقى يا حبايبي؟ سي 3 كومبلمنت خلص زي ما هنشوف في الرسمه. عشان تعمل له اكتيفيشن محتاج اتنين كومبلمنت يلزقوا في بعض قبل. يبقى السي 3 كونفرتيز بتاع الكلاسيكال باسوي اسم سي 4 بي 2 بي. تعالوا بقى الثانيه شبهها بالظبط. قولوا لي اللكتين باسوي، مش انا كنت سايبها وكان عليها ام بي ال صح؟ وبعدين ماسبي 1 ماسبي 2. اسم الله عليكم. بصوا بقى ماسبي 1 وماسبي 2 هيعملوا اكتيفيشن لسي 4 وسي 2 برضه بنفس الطريقه، بحس في الاخر هيطلع لك سي 4 بي 2 بي يلزقوا على البكتيريا، ودول هيعملوا اكتيفيشن للسي 3 بتاع الايه؟ بتاع الباسوي. عشان كده بقول عليهم سي 3 كونفرتيز. يعني اول استنتاج يا جماعه في الام سي كيو، السي 3 كونفرتيز بتاع الكلاسيكال والليكتين هو ولا لا؟ اللي هم مين يا حلوين؟ سي 4 بي 2 بي. يبقى هم اختلفوا عن بعض في اول خط اللي هي بتاعت الصفحه اللي فاتت، لكن هنا الكونفرتيز النهائي واحد. وعايزكم تشطبوا جمله لو سمحتوا. بص هي مكتوبه في الكتاب لكن نوت سيجنيفيكانت، وهي انا جبتها في المحاضره. بصوا بقى اللي هي ايه؟ شايفين 4 بي 2 بي؟ بقول لك باين تو بكتيريال سيل وول صح؟ اللي بعديه اشطبوه اللي هي بايند ويز انتيجين انتي بودي كومبلكس، اشطبوها. دي زائده ملهاش دعوه. بالظبط. بس ما هي البكتيريا بيبقى لازم عليها انتي بودي صح؟ هو واقف على البكتيريا فاسبوع خلاص، يبقى هنخليها كده. طيب بصوا لي بقى كده خلص خطوه السي 3 كونفرتيز. قولوا لي بقى لو مسحنا ده كله تقدروا تقولوا لي البكتيريا دلوقتي بقى عليها ايه؟ سي 4 بي 2 بي. جميل؟ هيعملوا اكتيفيشن لمين زي ما اتفقنا؟ سي 3. حلو. فكروني بقى سي 3 كالعاده هيتشق الاثنين A و B. مين اللي هيكمل؟ B. هيقوم 3 بي طالع لازق جنب اخواته اللي عملوا اكتيفيشن لسي 3، ويبقى المنظر كده 3 كومبلمنت لازقين في بعض سي 4 بي 2 بي 3 بي. التلاتة مع بعض هيعملوا اكتيفيشن لسي 5، عشان كده بنسميهم سي 5 كونفرتيز. عارفين ليه يا جماعه؟ سي 5 بقى اغلى من سي 3. يقول لك عشان تعمل لي اكتيفيشن 3 كومبلمنت مع بعض. خلي بالكم ده انزيماتيك رياكشن، واخدين بالكم؟ هتشوفوا الرسم. فده محتاج 3 ايه كومبلمنت يعملوا له ايه؟ اكتيفيشن. احذركم بقى من حاجه، في ناس تستعبط تكتبها ازاي؟ تقول لك بنكتبها بترتيب الارقام سي 2 بي 3 بي 4 بي. هتحسب لك غلط، لان انت بتكتب بترتيب الدخول في الكاسكيد مش بالترتيب الرقم. يبقى انا مش ده اول واحد دخل وبعد كده ده وبعد كده ده، يبقى الكونفرتيز يتكتب زي ما انا قايل، مش تقوم انت
قلت ايه؟ تقوم قايل لا انا هقول اعملها 2 بي 3 بي 4 بي، احسبها لك غلط على طول. حلو كده؟ طيب قولوا لي، يبقى احنا كده انتهينا، هنبتدي نعمل اكتيفيشن لمين؟ سي 5. جميل؟ طيب هنا بقى هقف عند الخطوه دي، ونرجع بقى للالترناتيف باسواي بتاعه الصفحه اللي فاتت، كده نقدر نفهمها كويس. يلا خليكم مركزين عشان لما اجي عيد من الرسومات اللي ما كانش فاهم حاجه يلقطها في الرسمه. بصوا هنخش بقى على الالترناتيف باسواي. ده بقى كله عبر، يعني العبره اللي هتطلعها منه اكتر من اللي فات. بص هيعلمك في دنيتك حاجات كتير. بص هذا الالترناتيف باسواي ملوش علاقه بالانتي بودي، يعني انا مش محتاج انتي بودي عشان ابتدي الكاسكيد. هي يا حبايبي يبقى ده النت ولا ادابتف؟ اسم الله عليك النت. يعني نستنتج بقى مين الباسواي الوحيد اللي تبع الادابتف؟ الكلاسيك، لانه محتاج انتي بودي. الباقيين تبع الايه؟ النت. بصوا بقى كله ركز معايا، ده هيبتدي كالاتي. انتوا عارفين الكومبلمنت اللي اسمه سي 3، فاكرينه؟ قلنا عشان نعمل له اكتيفيشن محتاجين يبقى عندك ايه؟ سي 4 بي 2 بي، صح؟ مش هو ده اللي بيعمل له انزيماتيك كليفج ولا لا؟ لكن بقى الحاجه الغريبه ان عندنا كلنا ساعات سي 3 يحصل له حاجه اسمها سبونتينيوس هيدروليسيس، يعني لوحده من غير ما حاجه تيجي جنبه يقوم مطلع سي 3 ايه وسي 3 بي. بس بص بقى اللقطه، 3 بي اللي طالعه بالمنظر ده عمرها الافتراضي 0.1 ملي سكند. عارفين الزمن ده اللي هو لا زمن، يعني اول ما تطلع بتتكسر على طول. ما دام انت مش عامل لها انزيماتيك كليفج بالطريقه الشرعيه اللي احنا قلناها، دي بيبقى عمرها الافتراضي فيري شورت، يعني قنفه عين كده وتقوم ايه؟ متكسر. الا اذا بقى، الا اذا بالصدفه البحته في اللحظه اللي اتكونت فيها سي 3 بي كان في بكتيريا جنبها، فقامت واقعه على البكتيريا، يعني ما اصبحتش بقى فري في الفلويد فيز، لا لزقت على بكتيريا. كده بقى عمرها الافتراضي هيطول، وكده هي اللي هتبتدي لي الالترناتيف باسورد. يبقى تاني بقى حاجه هبله، ازاي هتبتدي الالترناتيف باسورد؟ اني كومبلمنت سي 3 حصل له حاجه اسمها ايه؟ سبونتينيوس كليفج. مفروض السي سي بي اللي طالع عمره الافتراضي قد ايه؟ مفيش. امال امتى عمره الافتراضي بيطول؟ لو بالصدفه لزق على البكتيريا، ساعتها عمره الافتراضي يطول ويبتدي الالترناتيف باسورد. يجي بقى واحد عبيط يقول لي ايه؟ كده خلاص الباسورد خلص، ما هو سي 3 بي هيقوم عامل اكتيفيشن لسي 5. هل الكلام ده صح؟ الله ينور عليك. فاكرين سي 5 عشان يحصل له اكتيفيشن محتاج كام كومبلمنت؟ 3. يبقى هضطر بقى اعمل لفه طويله عشان اجيب للسي 5 3 كومبلمنت يعملوا له اكتيفيشن. فبصوا لي بقى واحده، العمليه عبيطه يعني بس هي مليانه اسماء. بص عندنا في البلاد فلويد بتاعنا، في البودي فلويد يعني، حاجه اسمها فاكتور بي. بي ده احد الكومبلمنت. ده بيعمل ايه بقى؟ يقوم جاي لازق على الثلاثه بي بتاع البكتيريا. يعني اقلبوا الصفحه بقى خلاص، ما احنا خلصنا اول واحده، اقلبوا الصفحه على طول. بص نمسح كده ونعمل عشان اللي ورا لو حنفي مش شايف ولا حاجه. بص ادي البكتيريا اهو، حلو، وبقى عندي سي 3 بي. هيجي فاكتور اسمه فاكتور بي يلزق على سي 3 بي. اصبح عندك دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ سي 3 بي بي. البي ده كومبلمنت اللي هو الكابتن ده. يحصل ايه بقى؟ يخش فاكتور تاني اسمه فاكتور دي، ده برضو احد الكومبلمنت اللي بيبقى موجود في السيروم، يعني ده سيروم بروتين. فيحصل ايه بقى؟ يقوم عامل كليفج للبي الكبير ده،
فطبعا الكليفج زي ما احنا متعودين بينتج عنه تو سب يونت، هيطلع لي حاجه اسمها بي اي وبي بي. طبعا مين فيهم اللي يبقى اكتف ويكمل؟ دايما البي، فهيقوم بي بي لازق جنب اخوه اللي هو سي 3 بي الاولاني. يصبح عندك كده اتنين كومبلمنت لاسقين في بعض، تلاتة بي وبي بي. قولولي بي الكبيرة دي هو اسم مين؟ اسم الفاكتور اللي هو الكومبلمنت. طب وبي الصغنططة اللي هو السب يونت اللي احنا متعودين عليها. بصوا بقى، طيب الباشمهندس موسى بيقول لي هو فاكتور بي ده مش كومبلمنت؟ لا ده مفتش، مفتش ضرايب. هو المهم التلاتة او التلاتة. بص استعيذ بالله من الشيطان، تلاتة ايه؟ بص بي ده كومبلمنت صح؟ دخل فاكتو دي، مش دخل في الكاسكيد يا موسى. فاكتو دي عمل ايه؟ عمل لك ليفج بس وروح. ما تروح انت وتريحني مني. يبقى فاكتو دي ما دخلش في الكاسكيد، هو مجرد عمل اكتيفيشن وكليفج لبي وروح في حال سبيل. يبقى فين التلاتة بقى؟ يخرب بيت ام البانجو. المهم مش قلت لك في بانجو على رنيس هبقول لك عليه؟ ده هيوفر عليك شويه ومش غالي. طيب بصوا بقى، ما اعرفش سمعتها في الفيلم كده. فيلم تعليق صوت بغداد مش قال لك بقى على رنيس ما عليك. وانت يا وليد اللي مش عارف انواع البانجو ده، انا قلت انت وسطى يا راجل، انت طلعت من شويه. طيب ما علينا، عاجبك كده دخل دايما تطلع وبتفتح ماشي. بص دلوقتي بقى دكتور، هو اس بي دي اختصار ايه؟ بص احنا نستنى بس الكاسكيت وهنبقوا مشاطبين كل اللي بنتصيب ماشي؟ طيب بص، لا هنشطب، هو اس بي اختصار سيمبل بس هنشطبها مع بعض بس خالص. بصوا بقى قولوا لي بقى عندك دلوقتي كام كومبلمنت يا موسى؟ اتنين سي 3 بي بي بي. عارفين بقى يا حبايبي الاتنين دول مع بعض هيعملوا اكتيفيشن لسي 3 جديد، عشان كده بسمي الاثنين دول سي 3 كونفرتيز بتاع الالترناتيف باسوي. قولوا لي بقى لما هتجيب السي 3 الجديد وتعمل له اكتيفيشن، ها ينتج عنه ايه؟ على طول سي 3 ايه و3 بي. مين اللي يكمل؟ بي، ويقوم لازق جنب اخواته 3 بي الجديد. اصبح عندك بقى 3 كومبلمنت لاسقين في بعض، عشان احفظها بسهوله. بي بي معمول ساندوتش بين اتنين تلاتة بي. قولوا لي مش بي بي هو اللي في النص ولا لا؟ قبليه تلاتة بي الاولاني خالص بتاع السبونتينيوس هيدروليسيس، وبعديه تلاتة بي اللي الاتنين دول عملوا له اكتيفيشن. قولوا لي بقى كام كومبلمنت كده موجود؟ كده بقى التلاتة مع بعض هيعملوا اكتيفيشن لسي فور. بس خلي بالكم في لقطة بسيطة سيقولنا من الانتربشن. لما كان عندك ثلاثة بي 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 لوحده قبل ما يعملوا اكتيفيشن، الكومبوننت ده ساعات يحصل له ديزنتجريشن، يعني ربنا خلقه انستيبل، فبيدخل عليهم بروتين اسمه بروباردين. البروباردين ده جاست بيعمل لهم استابيلايزيشن، يعني مش حاجة بتكمل الكاسكيد، لا جاست بيمسك عنهم في الناحية كده الشمال عشان ما يفكش الاتنين من بعضهم. يبقى سي 3 بي 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 ماست بي ستابيلايزد بحاجة اسمها بروباردين. لو ما بقاش ستابيلايزد مش هيعمل اكتيفيشن لتلاتة الجديد، وهتلاقوه موجود عندكم. يعني بصوا بقى في الآخر كده وما يهمكوش، كل ده هيترجع من الصور. أصبح عندي دلوقتي في التلاتة باسوي تلاتة كومبلمنت يعملوا اكتيفيشن لسي 5 تمهيدا للخطوه النهائيه. بصوا بقى في الورقه وقولوا لي بالنسبه لاول اتنين اللي هم الكلاسيكال والليكتر، مين الثلاثه كومبلمنت اللي هيعملوا اكتيفيشن لسي 5؟ سي 4 بي 2 بي 3 بي، اسم الله عليكم. طب وبالنسبه للالترناتيف 3 بي 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 3 بي، يعني زي ما قلنا احفظها ازاي؟ بي بي في النص ساندوتش قبليه 3 بي وبعديه 3 بي. كده بقى بحمد الله هنخش في اخر خطوه في الكومبلت اللي هي مشتركه بين الثلاثه باسوي، ودي اسهل خطوه. الخطوه دي اسمها ايه؟ فورميشن اوف ماك.
ماك دي اختصار من برين اتاك كومبلكس. اللي هو بقى الكومبلمنت اللي هيبتدي يقتل. بصوا لي بقى، عملت اكتيفيشن لسي 5 حلو، ايا كان اللي قبليه. سي 5 كالعاده هيطلع منه ايه ويطلع منه بي، هم اللي بيكمل سي 5 بي. بس خلي بالكم بقى، هيعمل لنا حاجه حلوه، مش هينزف اللي قبليه زي ما بيعملوا. ده بقى انف يقول لك والله دول ريحتهم وحشه، انا مش هنزف فيهم، انا هكمل الكاسكيد لوحدي. يبقى سي 5 بي هو اللي بيكمل لوحده. ودي بقى اسهل حاجه هنقولها، 5 بي هيجي يلزق جنبيه 6، و6 يلزق جنبيه 7، و7 يلزق جنبيه 8، و8 يلزق جنبيه 9. المره دي بقى من غير كليفج. فاكرين احنا قلنا الكليفج من A و B بيحصل من C2 ل C5. بعد C5 بيجي الكومبلمنت يبقى اكتيفيتد من غير كليفج. يبقى قولوا لي بقى، كام كومبلمنت بقوا لاصقين على البكتيريا دلوقتي؟ قولوهم. C5B 6 7 8 9 كلهم اسمهم من برين اتاك كومبلكس. بس الحقيقه بقى اللي بيشتغل اكشوالي هو 9. بصوا بقى، 9 ده عباره عن بروتين بيدخل لك الكاسكيد باكتر من يونت. بقول بيبقى بوليميرايزد 9. تعرفين يعني ايه بوليميرايزد؟ اربعه خمسه لاصقين في بعض. ليه بقى؟ هو ده اللي هيخرم التارجت. انت عامل الباسوي دي كلها عشان تسعى يجيلك في الاخر وهو اللي يخرم التارجت، بيعمل بول. عارفين يا حبايب البول دي؟ شبه اني بول خدناها قبل كده؟ الله ينور عليك، بتاعه البيرفورين اللي هو بتاع الناتشورال كيلر والسي تي ال. مش السي تي ال والناتشورال كيلر كانوا بيطلعوا حاجه اسمها بيرفورين والجنزايم؟ اهو سي 9 الاكشن بتاعه زي الاكشن بتاع البيرفورين بالظبط، اللي حتى بتقال في المحاضره. فطلعوا سهم لو سمحتوا من بول ان ذا تارجت، تاني سطر من تحت، تاني سطر من تحت بول ان ذا تارجت، واكتبوا سيميلر تو، سيميلر تو بيرفورينز اوف ان كي اند سي تي ال، اللي هي ناتشورال كيلر والسي تي ال. سيميلر تو بيرفورينز اوف ان كي اند سي تي ال. لا احنا قلنا الاسئله مش دلوقتي اكتبيها، لسه هنراجع من الرسم. الرسم هتوضح لكم حاجات كتير. قولوا لي لما الخليه تتخرب لو البكتيريا اتخرمت هتموت ولا لا؟ اسرع حاجه ايه؟ اوزموتيك لايسيس، هدخل لها صوديوم يحصل لها اوزموتيك رابتشر وانتهى الامر. يبقى تخيلوا بقى كل الباسوي ده عشان اوصل في الاخر للبوليميرايزد سي 9 اللي هم الخمسه دول اللي هتشوفهم، هم دول اللي بيخرجوا. عايز بقى تركيز اكتر من اللي فات، لان احنا هنراجع دلوقتي من الرسومات وفي معلومه جديده بنقولها على الرسومات عشان اللي طار منه حاجه في النص يسترجعها. هتطلعوا حافظين. كويس انك فكرتني. بص في الالترناتيف باسوي الصفحه الثانيه اشطبوا كل اللي هو اسمه اس بي او سي بي بين قوسين، هتلاقوا بعد فاكتور بي حاجه اسمها اس بي اشطبوها، وبعد فاكتور ايه كمان؟ دي في حاجه اسمها او بروبرتين اس بي اشطبوها، وسي بي برضه اشطبوها، كل اللي بين قوسين يتشطب. ماشي يا دكتور؟ طيب بص طلعوا لي بقى الرسومات دي، افضل رسومات لقيتها لكم وماشيه بايه؟ بنفس اللي احنا شرحنا، هيبقى في تغيير بسيط بس. دكتور احنا قلنا مفيش اسئله بقى. بص على الرسومات، بص لا ركزوا معايا لان في معلومه جديده في اول رسمتين. بص اول رسم ادي السي 1 كيو. بصوا بقى يا حلوين، شايفين دي على فكره رسمه موجوده شبهها في الكتاب. عارفين سي 1 كيو ده معمول من كام سب يونت؟ 6، كل واحده مطلعه دراعات اللي هي الاتشات دي،
فيبقى سي 1 كيو بيبقى طالع منه دراعات. الدراعات دي هي اللي بتمسك في الانتي بودي، هي اللي بتمسك في السي اتش 2 بتاع الايه؟ بتاع الانتي بودي. وبصوا بقى السي 1 كيو ده مش احنا قلنا بيعمل اكتيفيشن ل 1 ار و 1 اس ولا لا؟ فبيجي اتنين موليكيول اللي هم الصفر واتنين موليكيول اللي هم البني اللي هم الار والاس، فهيبقى عندي في الاخر سي 1 كيو ار اس. مش مهم رقم اتنين ده. نيجي بقى لاهم حاجه، كل يوم بصوا عايزين نجاوب على سؤالين. اول سؤال، اشمعنى الهاي موليكيولر ويت بتاع الاي جي ام هو اللي بيخليه الموست افيشنت في الكومبوت؟ السؤال التاني، وده بقى مفكر فيه، تيجي تقول لي يا دكتور ايه اللي يمنع ان الانتي بودي وهو ماشي في الدم من غير ما يبقى فيه بكتيريا يقوم عامل اكتيفيشن للكومبوت؟ مش هو السي اتش 2 وعليه ريسبتور فيقدر يعمل اكتيفيشن للكومبوت؟ ثانيه، ما احنا هنقول بقى بالظبط، هنشوفها بقى على الطبيعه. بص عشان لو اتسالت، بص يا حلوين، الاول في اول رسم انتوا شايفين مش السي 1 كيو طالع منه ست دراعات اللي هما الاتشات؟ عشان يبتدي يحصل له اكتيفيشن لازم دراعين على الاقل يكونوا لازقين في الانتي بودي. يعني كل دراع محتاج اف سي بتاعت الانتي بودي، محتاج سي اتش 2. قولوا لي بقى الاي جي جي بيبقى معمول كام وحده؟ واحده، يعني في اف سي واحد. قولوا لي هل 1 موليكيول اوف اي جي جي تقدر تعمل اتاتشمنت ل 1 موليكيول اوف سي 1 كيو؟ لا، لان انا محتاج على الاقل ايه؟ 2 اف سي. فانت عندك الرسمه بقى اللي تحتها، بس برضه خليكم باصين. طب بصوا على الرسمه اللي تحتها بس على اليمين الاول. بص عندك ادي اي جي جي اهو اللي هي الرسمه اللي مكتوب عليها نو، تاني واحده بس من على يمينكم. الاي جي جي موجوده اهو، حلوه قوي، لكن في الاحوال العاديه من غير انتيجين بيبقى متفرق، وعشان كده ادي جنبيه كومبلمنت اهو، لا يمكن الكومبلمنت يعرف يلزق لانه عايز 2 اف سي جنب بعض. العمليه بقى تتغير تماما على الرسمه اللي على يمينها. يس، جت بكتيريا فتجمع الاي جي جي عليها. فشايفين بقى الاي جي جي كده قربوا من بعض ولا لا؟ فاصبح متاح لسي 1 كيو انها تلزق على اتنين منهم. يبقى لولا وجود البكتيريا لما حدث ان السي 1 كيو لزق. المهم بقى نكتب على الرسمه دي، قولوا لي عشان لو اتسالت، عشان تعمل اكتيفيشن ل 1 مولكيول اوف كومبلمنت محتاج كام اي جي جي؟ اتنين. ما تجاوبوش ليه يا جماعه؟ مش احنا قلنا اتنين ولا ده؟ يبقى اكتبوا لو سمحتوا الرسمة اللي فيها يس اللي هي اخر واحدة على يمينكم، مكتوب فوقيها انتجين باوند اي جي جي، شايفينها؟ اكتبوا تحتيها تو موليكيول اوف اي جي جي، تو موليكيولز اوف اي جي جي، تو اكتيفيت وان موليكيول اوف سي 1 كيو، to activate one molecule of C1Q. والرسمة واضحة، هجيب لكم الرسمة دي بخصوص عشان كده. طيب قبل ما نشوف الرسمة اللي جنبها بقى، قولوا لي من غير ما نبص الاي جي ام كام وحدة لازقين في بعض؟ خمسة. ومش هما قريبين من بعض ولا لا؟ يعني قولوا لي every اي جي ام molecule يقدر يعمل اكتيفيشن لكام C1Q؟ اتنين. مش انا محتاج دراعين عشان اعمل اكتيفيشن لسي 1 كيو؟ يبقى يجي يلزق سي 1 كيو في الدراعين وسي 1 كيو في الدراعين اللي جنبه، وهيبقى في دراع فاضي حتى، بس ما ينفعش انك تعمل ايه؟ تعمل لواحد تالت. يبقى 1 موليكيول اوف اي جي ان تقدر تعمل اكتيفيشن لاثنين كومبلمنت. يبقى كده هو اقوى ولا لا؟ هيجي بقى السؤال، طب يا دكتور ايه اللي يضمن لي ان الاي جي ام وهو ماشي لوحده من غير انتيجين ما يعملش كومبلمنت؟ بصوا بقى الرسومات، بصوا نفس الرسمه بس على الشمال. اول رسمه يقول لك ايه؟ ده اسمه سوليبل اي جي ام، كاتبين تحتيه بلانر فورم. اشطبوا الكلمه دي، المقصود هنا يا جماعه بلانر فورم اللي هي بين قوسين على السوليبل اي جي ام. بصوا يا جماعه، مش الكومبلمنت عشان يلزق قلنا فيه
ريسبتو على سي اتش 2 اللي هو سي 1 ريسبتو. في الاحوال العاديه اللي هو اي جي ام من غير بكتيريا الريسبتو ده بيبقى ماسكت يعني مش ظاهر. فعشان كده اي اي جي ام لوحده من غير بكتيريا لو الكومبلمنت قرب عليه مش هيعرف يلزق لان الريسبتور بتاع السي اتش 2 بيبقى ماسكت. ده اللي قصده بكلمه بلانر فورم. هعملها لكم بعد شويه خليكم معايا. بس بصوا بقى الرسمه اللي جنبها. جت عمتك البكتيريا شايفينها؟ قام الاي جي ام ايه؟ لزق عليها. مش احنا قلنا بيحصل كونفورميشنال تشينج في السي اتش 2؟ انتوا عارفين الكونفورميشنال تشينج ده على هيئه ايه؟ ان الريسبتور بيبقى اكسبوزد يعني يطلع الريسبتور على السطح فيقدر سي 1 كيو كده. يبقى بصوا بقى جنب كلمه الرسمه الثانيه انتيجين باوند اي جي ام اشطبوا ستابل فورم دي اشطبوا ستابل فورم اللي هي بين قوسين واكتب اكسبوجر تو كومبلمنت ريسبتور. يعني اللي هيحصل اكسبوجر تو كومبلمنت ريسبتور اون سي اتش 2 اكسبوجر تو كومبلمنت ريسبتور اون سي اتش 2 اه ما خلاص بقى ما انت فاهمها ان هو السؤال بيبقى واضح في الشفوي. ليه يا ابني الاي جي ام وهو فري ما بيعملش اكتيفيشن او ليه الاي جي؟ لكن بقى السؤال اللي يجي في الام سي كيو يقول لك ايه هو كام موليكيول من الاي جي جي تقدر تعمل اكتيفيشن للكومبلمنت وكام موليكيول في اي جي ام تقدر تعمل اكتيفيشن للكومبلمنت. ده بقى اللي يهمني في الام سي كيو. طيب نكمل بقى لو سمحتوا. دي المعلومه الجديده اللي كنت لازم اقولها لكم. تحتيها بقى كلاسيكال باسوي. اه بص المرجع ده رسوماته رائعه لكن للاسف عامل غلطه عشان نبقى نغيرها على طول من غير ما اقول. معتبر ان السي 2 اي هي اللي بتكمل الكاسكيد. قولوا لي هو اللي بيكمل الكاسكيد سي 2 اي ولا سي 2 بي؟ فاينما وجدنا في الرسمه سي 2 اي سيتم تغييرها ل 2 بي. لا ما تعملوهاش دلوقتي خلوها هوم ورك في البيت. المهم يعني لما نيجي نقراها يبقى احنا هنعتبر ال 2 اي كانها 2 بي بالظبط. دي الغلطه الوحيده اللي هو مع انه في التكست بتاعه كاتب 2 بي تخيلوا. لكن في الرسمه اللي عمل الرسمه زي ما اللي بيعمل الرسمه غير اللي بيكتب الايه التكست فغلط الغلطه. فمعلش بص كلاسيكال باس واي دلوقتي العمليه بتاعت ازاي؟ ادي الميكروب ولزق فيه اثنين اي جي جي اهو اثنين اهو فابتديت اعمل اكتيفيشن ل 1 مولكيول اوف سي 1. سي 1 جه عليها الار وجه عليها الاس زي ما قلنا فوق. هيبتدي بقى تعمل اكتيفيشن لسي 4 وسي 2. سي 4 هيفضل منه 4 بي وسي 2 هيفضل منه 2 بي والاثنين هيطلعوا يلزقوا على البكتيريا فاصبح عندك 4 بي 2 بي الاثنين مع بعض اسمهم سي 3 كونفرتيز. الرسمه اللي بعدها بقى الاثنين شايفين هيعملوا اكتيفيشن لسي 3 الاثنين مع بعض فبينتج 3 اي و3 بي. هيقوم 3 بي طالع ولازق في اخواته هيبقى عندك ثلاثة. الثلاثة مع بعض بيعملوا اكتيفيشن لسي 5 زي الرسمة فيطلع 5 اي و 5 بي. تحتيها بقى نفس الحاجة بس أول خطوة بتتغلط دي اسمها ليكتم باسوي. بصوا تحت بقى عندك ميكروب عنده حاجة اسمها منوس اللي هي الكوري البني فهيجي منوس بايندنج ليكت بذمتكم مش شبه سي 1 كيو ولا لا اللي هو الموف ده شبه سي 1 كيو بالظبط. بعد كده هيقوم عامل اكتيفيشن لماسب 1 وماسب 2 اللي هي الكور والكور دي شبه سي 1 اي وسي 1 اس برضه. هيعمل اكتيفيشن لاربعه واثنين برضه فيطلع لك اربعه بي 2 بي ويكملوا زي اللي فات بالظبط. قلب نخش بقى على قصه الالترناتيف. كل حاجه في الورق انا جايب لكم الرسمه بتاعتها. بصوا فوق بيحكي لك القصه بتاعت الالترناتيف من الاول. بيقول لك ايه يا عم الحاج عندك سي 3 مفروض بيحصل له سبونتينيوس هيدروليسيس بس كاتب لك ايه بقى السهم الثالث في الاحوال العاديه بيحصل له ان اكتيفيشن ايميديتلي. حتى هو كاتب لك هيدروليسيس وان اكتيفيشن على طول الا اذا
فاكين الا اذا ايه؟ كان في ميكروب اهو ابتدى 3 بي يسقط على الميكروب، ساعتها بقى هيخش في فاكتور اللي اسمه فاكتور بي اللي هو البينك ده، فيجي فاكتور دي يعمل كليفجي للبي، فهيبقى عندك 3 بي 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 وستابلايز باي بروبرتين. فاكرين الخطوه دي؟ لانه لو البروبرتين ما دخلش ممكن يفك من بعضه ويتكسر. الرسمه اللي بعدها بقى بنكمل، قولوا لي عندك 3 بي 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 عملوا اكتيفيشن لسي 3 جديد، فايه اللي حصل بقى؟ طلع 3 اي و3 بي، ام 3 بي لازق جنب اخواته اصبح عندك بي بي سندوتش في النص، شماله 3 بي ويمينه 3 بي، كلهم مع بعض اسمهم سي 5 كونفرتيز، هيعملوا اكتيفيشن لسي 5. اخر رسمه بقى اللي هي الثالثه دي بقى الباسوي الكومن ما بين، بص بقى عندك دلوقتي البني اللي هو سي 5 بي، ايا كان الثلاثه اللي قبليه سي 5 قصدي، حصل له كليفج فبقى عندك سي 5 بي. بص بقى الرسمه اللي بعدها 5 بي لزق في 6 و7 و8، واخر حاجه بقى شايفين جبت كم موليكيول من 9؟ كتير اللي هو الاخضر. ليه بقى؟ شايفين في الرسمه الاخضر هو اللي هيخرج، فانت لازم يبقى كذا موليكيول عشان يقدر يخرج، بيبقوا حوالي 5 موليكيول اللي هم البوليمر بتوع سيناي. وتوتا توتا فرقه الحديد. هاخد سؤالين بس لان انا مش شايف بصراحه انه لكن قول قول، وانت كمان يا دكتوره اللي هي لابسه حجاب رمادي ابقي قولي قول يا كوميدي. دكتور هو كده البكتيريا اللي حصل عليها كل الستبس ام سي 5 مش هتتقتل؟ طبعا يا نهار اسود، ده هو نفس البكتيريا يا ابني. لا لا ما حضرتك قلت ان سي 5 لما بيتقسم بالاي وبي مش بيبايند على نفس معاهم على نفس البكتيريا. لا قلت مش بيبايند في اخواته اللي قبليه، بيبايند الرسمه باينه يا كود ما تخليش اخلاقك، هي نفس البكتيريا بس هو ايه عمل ايه؟ زي ما يكون كده اللي جنبك ريحته وحشه قمت متاخر شويه بس ما سبتلوش الاوضه. الدكتوره اللي هي ايوه فهمت اوكي؟ لا انا مش بخوفكم من الاسئله، اسالوا ما فيش مشكله بس يعني احنا عاملين ايوه حنفي بقى والنبي لا تسمعه عشان اكيد هتستفاد. قول لي يا حنفنا انت عارف بيفكرني بمين يا حنفي؟ مع فتاح القصر اللي هو بتاع مش هتنزل المره دي، كان اسمه المعلم حنفي برضه. قول لي ها اللي هي ايه؟ ايوه بص دلوقتي سي سي في الاحوال العاديه يا حنفي ممكن يحصل له سبونتينيوس هيدروليسيس من غير كوبلمنت قبليه، فيطلع منه حاجه اسمها 3 ايه وحاجه اسمها 3 بي، لكن ال 3 بي اللي طالع ده حاجه مشوهه لانه ما جاش بالطريق الشرعي. انت عشان تعمل سي 3 بي لازم يبقى في اتنين كومبلمنت قبليه يعملوا له اكتيفيشن، ف 3 بي اللي بيطلع سبونتينيوس ده بيتكسر على طول الا اذا كان في ميكروب زي ما شفنا لزق عليه، ساعتها عمره الافتراضي هيكمل، مفيش ميكروب هيكسر. ماشي طيب حضرتك قلت سي 9 هو اللي بيعمل البرفوريشن. طيب ما عندي اللي هم ال 6 و 7 و 8 و 9 دول بيعملوا اكتيفيشن للسي. اه هم اللي جابوه بالظبط. ما هو بص زي وياسما لازم تعمل انزيماتيك اكتيفيشن واخد بالك، يبقى لو ما جبتش اللي قبليه مش هو مش هيجي، بس معلش التفاصيل بقى يعني اه ما كل دي انزيماتيك رياكشن. ايوه مش في على كل مونومر 2 سي اتش؟ على كل مونومر سي اتش؟ لا طبعا اخص عليك. بص الانتي بودي فيه دراعين يعني فيه 2 سي اتش 1، لكن سي اتش 2 ده في الاف سي واحد بس، بس عليك سي اتش 2 في المنطقه دي فدي في منها واحد بس راجع بس. طيب نعم اه ده كوبري. بص اي بروتين يا دكتور دخل قلنا سيرته ده كوبري، بس ممكن تسميه اكيوت فيس بروتين. على فكره بص يا دكتور الكومبلمنت بروتين كلهم اسمهم اكيوت فيس بروتين، يعني في العلم كل الكومبلمنت بروتين اسمهم اكيوت فيس بروتين. طيب خلاص محمد قول لهم يجيبوا لي ميه لو سمحت. دكتور دلوقتي السي 3 وال 5 كونفرتيزز عندي كل واحد منهم شكلين صح؟ اه بالظبط بالظبط. السي 3 شكلين وال 5 شكلين بالظبط. ايوه بالظبط ايوه دكتور بالظبط. واحد بس؟ ما هو بص كل واحد يا حبيبي في 5 اف سي كل واحد اي جي ام، فعندك ايه؟
يجي 2 سي 1 كيو، كل واحد ياخد 2 اف سي وهيبقى فيديو حتى خامس فري. فاهمني؟ طيب يلا حلوين، اصعب حاجه مفروض خلصت، فعايزين بقى نكمل لو سمحت. ايه ليه الصفحه؟ لا يا حبيبي. طيب ده سؤال كويس. اسمك ايه؟ اسلام. اسلام بيقول لي هي الباسوي دي انت قصدك ايه بمكمله لبعضها؟ يعني كلهم بيشتغلوا على نفس البكتيريا. اه بصوا بقى، عايزين نلم. تقول لي يا دكتور لما يدخل لي بكتيريا مين في دول هيبقى اكتيفيتي؟ كله يعني. بص هبتدي الاول باللي هي الانيت الالترناتيف اللي هي بيسقط فيها السي سي بي، ده انيت. ولو البكتيريا عندها منوس فهيشتغل بايدولكتيك، وبعد شويه بقى يطلع انتي بودي يقوم شغاله كلاسيكال باسورد. يعني الترتيب الاول الالترناتيف، وبعد كده في لكتل لو في منوس، وبعد كده فكله بيشتغل يا دكتور عشان تقضي على البكتيريا. اه طيب بص بقى، هنبتدي ناخد عناوين متفرقه عن الكومن بس اسهل من القرف اللي احنا خدناه، بس برضه كلها فيها اسئله ام سي كيو. هو ده اكتر حاجه بيحبوا يلبوكوا فيها في الام سي كيو، اللي هو يشوفك انت فاهم ولا لا، ومحاضرته اللي فيكوا حضرها يعني بيتقال فيها كلام ابن ابلسه يعني. العصفوره بتقول يعني دايما انا حاطط قفص عصافير في البتاع، فالحمام الساجل بقى انت عارف. اه الحمام الساجل على مهلك ايه صحتك مالها؟ طيب اه فالحمام الساجل بيجي. طب والله ما بهزر، زي ما دكتور علاء فرمه بيعرف المحاضره بيتقال فيها ايه. زي ما انا بعرف. لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم هو انت بتنيل ليك اكل ولا بحلقة؟ انت ليك المعلومة تيجي. يا خرابي عليكم. يا انا باك. بص والله بقوم واصحى وانا بتمنى يوم 4/1 يجي الفارغ الصحي، اللي هو اخر حصه لينا واخر كل حاجه، ونقعد شهر بحال شهر ونص مش هنشوف بعض. اربعه واحد مش واحد اربعه، اللي هو 4 يناير يعني. 4 يناير حابب اقول لكم انا بتعالج في اي مستشفى تيجوا تزوروني. ربنا يخليك عليك. انا هبقى بره القاهره من 7/1 لغايه بعد نص السنه ما ببقاش في القاهره خالص. لا مش هقول لكم فين. ما اعرفش بروح الطبيه لحتتك. طيب لا انا بواخد خيمه كده على جنب ما حدش بيدخل، فعمال شوفوا مع اني بحبكم والله، لكن من كتر المجهود انا خلاص يعني هتجنن. وبالتالي 4/1 ده عايزه عمال احلم، هو ده اللي مصبرني على حياتي، اللي هو يجي يوم 4/1. اه والله. خلصنا كله بمراجعه بكله. يلا يلا يا حبيبي. بص هناخد حاجه اسمها ريجوليشن اوف كومبلكس. لا خلاص بقى يلا، كاننا فكينا عن نفسنا شويه. اه عايز اقول لكم بقى ايه حكمه ربنا ان في حاجه اسمها ريجوليشن اوف كومبلكس. ممكن تبصوا لي الكومبلمنت ده يا حبايبي ممكن يضرني في حاجتين. اول حاجه كالعاده في اي حاجه في الانجليزي، لو حصل لي اكسس اكتيفيشن اوف كومبلمنت، مش احنا قلنا ما زاد عن حده انقلب الى ضده؟ فالاكسس اكتيفيشن اوف كومبلمنت ده بيعمل لنا مصايب هنعرفها الصفحه اللي بعدها. فربنا عامل ميكانيزمات يوقف الكاسكيد في نهايه الاميون ريسبونس عشان ما يبقاش في اوفر اكتف كومبلمنت. المشكله الثانيه ساعات الكومبلمنت كاسكيد يلزق على سيلف سيل. يعني اديكم مثلا، فاكرين سي 3 بي اللي هو بيحصل له سبونتينيوس كليفيتش؟ مش ده قلنا لو سقط على بكتيريا عمره الافتراضي بيطول؟ ساعات بيسقط على سيلف سيل، تخيلوا بقى. فطبعا لازم يبقى عندك ضمان ان ما يحصلش كاسكيد على السلف سيل، والا هتخرم السلف سيل. فبصوا بقى حاجات عبيطه جدا وجايبها لكم رسومات برضه في الاخر. اول حاجه عندي حاجه اسمها سيل سيرفيس بروتين. دي بروتين موجوده على سطح خليتك عشان ما يحصلش اوتو اميون ديزيز، يعني عشان ما يحصلش الكاسكيد على سطح الخليه. فاكتبوا لو سمحتوا بالرصاص عندكم، مكتوب اول عنوان بروتينز اون سيرفيس اوف سيلف سيل، شايفينها؟ اكتبوا
to prevent autoimmune disease. To prevent autoimmune disease. طيب بالمره بقى عشان ما نرجعش نكتب تاني انزلوا تحت على نمبر 2 اللي هو السيروم بروتين العنوان اللي بعدها اكتبوا to prevent excess activation of complement. To prevent excess activation of complement. Excess activation of complement. طيب في دي بقى يا جماعه بصوا يا حلوين اول حاجه ربنا خالق على معظم الخلايا بتاعتك بروتين اسمه سياليك اسيد كله باصص ده بروتين موجود على سطح معظم الخلايا بتاعتنا ده مستو ايه بقى السياليك اسيد ده اول ما يتكون سي 3 بي على سطح الخليه ايا كان مصدره يقوم طرده لا يسمح له بمواصله الكاسكيد يبقى انت كده ضمنت ان مفيش كاسكيد يتم على سطح السيرفيس كله بقى البوسيه فاكرين المذكره اللي فاتت احنا كنا عملنا انتروجيشن مارك كتير على حاجات خاصه بالكومبلمنت فطبعا لازم كله يتشرح النهارده ففي حاجه بقى محدش لازم تطلعوها بقى بصوا لي لما تيجي تقرا اميونيتي اجينست اكسترا سيلولار بكتيريا كان في تحت عنوان اسمه ازاي البكتيريا بتعمل ايفيجن للاميون ريسبونس يعني كيف تهرب البكتيريا من الاميون ريسبونس كان في حاجه شرحناها اسمها تشينج اوف انتيجن والسهم التاني اللي على اليمين كان حاجه اسمها ان الكومبلمنت مش شغال فبصوا بقى اللي بيحصل كله يبص لي مش لازم تطلعوها يا جماعه انا حب بصوا لما تتشرح ابرجع بصوا دلوقتي يا حلوين بعض البكتيريا ودي الكارثة على السلول بتاعها او على الكبسول بيبقى في مادة السياليك اسيد قولوا لي بقى لما يبقى عندك سياليك اسيد على السطح بتاعك كده مفيش ايه ولا باسوي مش الالترناتيف بس ما هو خلي بالك في التلاتة باسوي بيبقى عندك حاجة اسمها سي 3 بي وبالتالي البكتيريا اللي عندها مادة السياليك أسيد سواء في الكبسول أو في السلول لن يؤثر عليها الكومبلمنت كاسكيد. يبقى طبعا ده وحش ما كده هتهرب لك من الاميونتي يبقى أنت بقى عايزة حاجة تانية هنعرفها بعد شوية. يبقى دلوقتي عرفنا ليه الهوست سيل اللي عليها سياليك أسيد ما بيحصلش عليها الكومبلمنت وفي نفس الوقت بقى ليه البكتيريا اللي السلول أو الكبسول بتاعها عليه سياليك أسيد ما بيحصلش عليه الكومبلمنت. طيب تاني حاجة ربنا خلق برضو على سطح الهوست سيل بعض الهوست سيل موليكيول اسمها CD59 معلش هي مكتوبة الرقم غلط عندكم CD95 لا هي CD59 حد فاكر 95 ده كان بتاع ايه؟ الفاس الله ينور عليكم بتاع الفاس فكده كده انتوا هتلقطوا انها غلط حتى الرسم مكتوب فيها صح فهي 59 مش 95 بصوا بقى عارفين الموليكيول اللي اسمه سي دي 59 ده بيعمل ايه؟ انا عايز من اسمه. رقم التسعه يفكرني بكومبلمنت 9 ورقم الخمسه بالبوليمر بتوع 9 مش 9 بيبقى فيه 5 موليكيول ولا لا؟ اهو البروتين ده بيمنع البوليمرايزيشن. يعني كل ما يجي سي 9 يجمع منه 5 يقوم البروتين ده طرده. يبقى انا ساعتها ضمنت مفيش كومبلمنت اكتيفيشن يبقى شفتوا انا احفظها ازاي يا جماعه رقم 59 9 يفكرني بكومبلمنت 9 و5 يفكرني بالبوليمر بتاع 9 دول بيتمنع يبقى قولوا لي بقى تاني كيف تضمن ان الكومبلمنت ما يحصلش الكاسكيد بتاعه على السيلف سيل يا ايه يا ايه يا اما سياليك اسيد اللي هو بيطرد مين سي 3 بي يا اما سي دي 59 ها اللي هو بيمنع تجميع مين؟ اللي هو سي ده. يلا تعالوا بقى ما تناموش يا جماعه لان الكومبلمنت صعب. لو مش هتسمعوه كويس مش هتعرف تذاكره. بص ودي حصه النظر الوحيده في الاسبوع. بص هنبتدي ناخد بعد كده
ايه السيرم بروتين اللي بتحميك من الاكسس اكتيفيشن اوف كوبي؟ هنحفظها بسهوله جدا. بص، اهم واحد على الاطلاق واحد اسمه سي 1 انهبيتور، اظن من اسمه ده بيعمل انهبيشن لمين؟ سي 1. تعالوا نفتكر يا حبايبي، مش لما سي 1 كيو بيجي لازم يعمل اكتيفيشن لار وبعد كده الار يعمل اس فيلزقوا فيه؟ سي 1 بقى بيدخل زي الخازوق كده ما بين كيو وما بين ار اس، كل ما يجي ار اس عايز يلزق ويعمل اكتيفيشن يقوم سي 1 طالب. يبقى انت كده وقفت اني باسوي الكلاسيكا. قولوا لي بقيه الباسوي التاني هل محتاجه سي 1 يا جدعان؟ لا. طيب انا خلي بالكم هنا بيعمل ريجوليشن لاني باسوي للكلاسيكا الباسوي. جميل. اللي بعديه فاكتور اسمه دي كي اكسلريتنج فاكتور، اللي هو اختصاره داف، وده معترف بيه، يعني ممكن تكتب في الامتحان اخر السنه داف. قولوا لي يا جماعه دي كي يعني ايه؟ تحلل او تعفن، بس ده هنا معناه تحلل. دي كي يا جدعان، بص ده بقى بيعمل ايه؟ طب يا محمد، ده عدو سي 3، يعني بيمنع تكوين سي 3 بشتى الطرق. ازاي بقى؟ بص، فاكرين السي سي كونفرتيز كانوا مين؟ يا سي 4 بي 2 بي يا سي 3 بي بي بي. هتحفظوه على فكره بسهوله جدا يا جماعه من الرسومات، مش هاخد منكم حاجه. ده بقى بيعمل ايه؟ اللي هو دي كي اكسلريتنج فاكتور، يمنع ان 2 بي يلزق هنا ويمنع ان بي بي يلزق هنا. يبقى كل ما اجي اعمل سي سي كونفرتيز يقوم ده مفرق الجمع. اوكي، الجدع يقول لي بقى هذا الديكي اكسلريتنج بيعمل ريجوليشن لاني باسوي في الثلاثه. الثلاثه الله ينور عليك. قولوا لي مش 4 بي 2 بي ده موجود في الكلاسيكال واللكتن، وده موجود في مين يا اخوانا؟ في الالترنت. فده في الام سي كيو ده ريجوليت الثلاثه باسوي. اكتبوا لو سمحتوا، مكتوب اخره ديسوسيشن اوف سي 3 كونفرتيز، اكتب بين قوسين ريجوليشن اوف ذا 3 باسوي، ريجوليشن اوف ذا 3 باسوي. طيب خشوا لي بقى على اخر واحد، ده اسهل واحد. بصوا يا حلوين، ده اسمه فاكتور اي. بصوا لي بقى بيعمل ايه؟ كل بص لي قولوا لي ايه الكونديشن الوحيدة عندنا اللي سي 3 بي بيبقى لوحده؟ ما قبلوش حاجة. الالترنت، بسم الله عليك الحمد لله. مش في الالترنت الباسوي السي 3 بي بيبقى لوحده؟ ده بقى لما يلاقي سي 3 بي لوحده يقوم عامل له ان اكتيفيشن، فيطلع منه حاجة اسمها اي سي 3 بي. اي اختصار ان اكتيف، واي مع اي محدش هينساه، اسمه اي وهو بيعمل لك ان اكتيف. والفاكتور اللي جنبيه اللي هو اسمه فاكتور اتش بيساعده. طبعا هو بصراحة ليه اكشن فاكتور اتش، بس الكتاب كاتب بيساعده، يبقى جميل يبقى بيساعده وخلاص. حلو قوي. قولوا لي فاكتور اي و اتش دول يعملوا ريجوليشن لاني باسوي؟ الثالثه اللي هي الالترناتيف. صحصحوا معايا، ابوس ايديكم، لان السي 3 بي ما بيبقاش موجود لوحده الا في الالترناتيف باسوي. يعني انت لو عندك بقى دم كده سهل قوي تحفظه. اول واحد اللي اسمه سي 1 انهبيتور ده بتاع الكلاسيك، واللي في النص اللي اسمه دي كي اكسلريتنج بتاع الثلاثه، واللي في الطرف بتاع الالترناتيف باسوي. دي اسمه العدل. وعشان ما تنسوش التلاتة دول اكتبوا شفرة بالعرض، دي الشفرة الوحيدة يعني. يا ايام اوعدكم في البيولوجي والسيستماتيك هريكم، هتبقى الشفرة مركبة. ده احنا هنقول بقى مين خلفت مين ومين اتطلقت، ما تخافوش يعني. لكن الاميوتي للاسف اكتبوا. يلا يا حلوين، جنب السيرم بروتين اكتبوا واحد معفن، واحد معفن ان هاي من حقه.
واحد معفن قال هاي. هو المعفن ده ما بيحييش الناس ولا ايه؟ واحد معفن قال هاي. قول لي يا حنفي ده سبيشال كويست ليك. واحد دي تفكرنا بايه؟ سي 1 انهبيتور. ايه المعفن ده؟ دي كي. مش احنا قلنا تحلل وتعفن؟ ايه هاي دي؟ فاكتو اتش وفاكتو ار. طب ما حدش يقول لي قال دي بقى تعبر عن ايه؟ تعبر عن غلاسه. ماشي. طيب عايزين نراجع دول من الرسم لان ده سؤال اسم وبيبقى هديه. بدل ما اجيب لك الكاسكيد اللي بيطلع عينك او جايب لك ريجوليشن. دكتور هو السي 3 بي في الكلاسيكال بيلزع على طول يعمل سي 5 كونفرتيز على طول ما بيستناش. اه مفيش. بص انت يهمك على سطح البكتيريا فيه. على سطح البكتيريا لازم السي 3 يبقى قبل حاجه لازم الا في الايه في الالترنيتيف. بص يا جدعان بصوا لي في صفحه 2 في الرسومات دلوقتي. ده اقول لكم رسومات كويسه جدا في الايه في المرجع. بص عندك على الشمال الاحوال العاديه يقول لك والله سي 1 كيو المفروض يبقى لازق فيه ار واس صح؟ جنبيها بقى جه بقى السي 1 انهبيتور. بص بقى عمل ايه؟ اللي هو مرسوم تحت الاحمر هيمنع ان سي 1 ار واس يلزقوا على السي 1 كيو. كل ما يحاولوا يلزقوا يمسك فيهم ويطردهم. يبقى انت كده منعت سي 1. قلبنا. بص يا حلوين على الشمال ده بتاع التعفن اللي هو دي كي اكسلريتنج فاكتور. بص على الشمال يقول لك ايه الطبيعي عندك 4 بي 2 بي. اتفقنا اول ما نلاقي 2 ايه دايما بنغيرها ل 2 بي يا جماعه. خلاص يعني مش هقولها كل مره. دايما 2 ايه بتتغير ل 2 بي ده في الاحوال الطبيعيه. بص بقى جنبي جيل اسمه داف واشطبوا كلمه سي ار 1 هتلاقوا داف العصايه ليها اسمين داف وسي ار 1. احنا اتفقنا يا جماعه اللي تلاقوه في الرسمه واحنا مش واخدينه في التكست يبقى بيتشطب. ماشي. اه بصوا بقى الداف عمل ايه. بصوا الرسمه اللي جنبها ام داخل مفرق 2 ايه عن 4 بي طرد تحتيه على طول في نفس الرسم. بص ما هو احنا قلنا 2 ايه بتتغير ل 2 بي يا جماعه. خلاص بقى بصوا بقى دلوقتي بتاع الايه بتاع الالترناتيف باسوي مش انت كان عندك مفروض 3 بي 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 لازقين في بعض. هداف هيعمل نفس الاكشن هيطرد البي بي اللي هو البينك يطرده بره. طيب جنبيها بقى يا جماعه ده الفاكتور اي. بصوا بقى انت عندك ثلاث رسومات. بص في اللي في النص على طول عندك سي 3 بي داخل عليها فاكتور اي اللي هو جوه المربع هيحول السي 3 بي لحاجه اسمها اي سي 3 بي اللي هو ان اكتف سي 3 بي. مالكش دعوه طبعا بسي 3 اف. احنا اتفقنا كل ما تلاقي حاجه في الرسمه مش موجوده احنا ما خدناهاش مالكش دعوه بيها. طيب انزلوا تحت بقى فاكرين سي دي 59 كان بيعمل ايه من غير ما تبصوا؟ اه كوبل من 9 بتعمل انهبيشن. بصوا بقى اهو الرسمه اللي تحت. يلا يا جماعه بصوا دلوقتي ادي الماك الطبيعي يبقى عندك 5 سي 9 الرسمه اللي جنبيها بقى دخل لزق بقى اللي اسمه سي دي 59. فكل ما يجي سي 9 الغلبان يعمل بوليمرايزيشن يطرد على طول يبقى مفيش اخرام هتحصل. وهتشوفوا برضه الرسمه الثالثه اللي هي مكتوب عليها اس بروتين انهبت ما عليكوش انتوا ريجوليشن بتاع الاس بروتين ده. واظن ما لكوش حجه بقى يا جماعه كل حاجه في الباسوي وريجوليشن ليها رسمه. طيب نخش بقى على رجع لي الورق الاصلي. عندنا حاجه اسمها ايه؟ ازاي نعمل اسسمنت للكومبلت؟ يبقى درس النون ديفيشنسي. بص قولوا لي دلوقتي اخلص الصفحه حالا. بص دلوقتي لو انا دكتور مناعه وشاكك ان انت عندك ديفيشنسي في الكومبلت هو مش الكومبلت ده حاجه في المناعه؟ ازاي تؤسس؟ ها قولوا لي القاعده. المفروض تؤسس الايه والايه؟ النمبر والفانكشن. بسم الله عليكم. اه بصوا بقى بنقيس كل كومبلمنت لوحده في الدم بطرق هنقولها في العمل. عندك عمتك اليسا الايزا هناخدها في الترم التاني. وعندك كمان حاجه اسمها راديال اميونو ديفيوجن ده برضه علينا في الترم التاني ان شاء الله. لكن عايز امليكم بقى عشان الام سي كيو مين اهم كومبلمنت بنقيسها؟ يعني دي بتبقى غالبا يا ناقصه
يا ما يا في حاجه غلط. بص سي 3 طبعا انتوا عارفين سي 3 ده حجر زاويه في الكوبري الكل، وكمان سي 1 و 4 و 2 الثلاثه دول في مرض معين بيبقوا متاثرين مع بعض. فبصوا في الورقه لو سمحتوا، مكتوب measurement of amounts of individual complement component، شايفينها؟ طلعوا سهمين العنوان اللي هو على الشمال يا جماعه في الاساس individual complement، طلعوا سهمين. اول حاجه سي 3 ده بيتقاس لوحده اللي هو الكومبلمنت 3. السهم الثاني سي 1 4 2 اند 1 او 1 4 و 2، 1 و 4 و 2 1 و 4 و 2 دول بيتقاسوا كده لوكشة واحدة 1 و 4 و 2. طيب بتبصوا لبعض ليه؟ سي 1 و 4 و 2. طيب نعم ايوه الله ينور عليك هناخدها بالظبط. بصوا هو سي سي ما بقاش موجود. ثانية واحدة خلص بس حاجة. طيب ساعات يبقى الكومبلمنت عدده كويس، بطلوا كلام يا جدعان يخرب بيت كده. ساعات يبقى الكومبلمنت عدده كويس بس اللي بيتأثر هو الفانكشن. يعني ايه الفانكشن يا جماعة؟ الكاسكيد ما بيحصلش لغاية اخره وبالتالي مفيش كيلنج. فاحنا بقى عشان نعرف الكومبلمنت اللي عند العيان يا حنفي شغال كويس ولا لا، بعمل تيست اسمه سي اتش 50 اللي هو اختصار كومبلمنت هيموليتك 50. في الترم الاول عليك اسمه بس، ما عليكش تفاصيله لان احنا هناخد تفاصيله في العملي في الترم التاني. فانا عايزك تعمل ايه؟ عليك انك تعرف لو سالتك ازاي يا ابني تؤسس الكومبلمنت فانكشن تختار كلمه سي اتش 50، لكن بقيه التفاصيل واعملوا عليها انتروجيشن مارك، اكتبوا ستشرح في العمل. وانا جايب لكم الصوره بتاعته عشان اخر السنه لما تيجوا تذاكروه يبقى ايه بالترتيب. فطلعوا الصوره بتاعته لو سمحتوا اللي هي صفحه 3. بص الصوره اللي فيها ثلاث صور جنب بعض اللي هي تحت الريجوليشن اللي هي فيها احمر وازرق بالظبط، اكتبوا عليها سي اتش 50. دي صوره التيست اللي اسمه سي اتش 50. الصوره يا جماعه اللي هي مكونه من ثلاث صور جنب بعض يخرب بيت كده، في كور زرقاء وكور حمراء وفي انتي بودي اسود اسود على دماغكم، معرفش انتوا بس والله العظيم مش عارفين تشوفوا صفحه الصور. طيب بص الرسمه الاولى مكتوب فيها انتي بودي كوتد ار بي سيز. الرسمه الثانيه خلي بالكم بقى عشان هنغير الرسمه الثانيه حاجه في العنوان، مكتوب اد بيشنت سيروم اند انتيجين. اشطبوا كلمه انتيجين وحطوا بدلها كومبلمنت. اشطبوا كلمه انتيجين وحط بدلها كومبلمنت. يبقى لما تيجي هتذاكروا اخر السنه ان شاء الله هنكون خدناه في العملي وتقدر تشوف الرسمه دي بقى هتعبر عنها. طيب ايه لبو؟ ايوه يا حنفي كان عندك سؤال. دكتور ليه فاكتو ما ياثرش على ليه فاكتو ايه؟ قصدك فاكتو اي ما ياثرش على ايه؟ قلتها بس انت كنت بتتكلم. بص يا توتي دلوقتي عشان فاكتو اي يشتغل لازم سي 3 بي يبقى لوحده مش لازق قبليه حاجه. قول لي يا حنفنا في الباسوي اللي قبل كده كان لازم 3 بي يبقى قبليه حاجه ثانيه صح؟ ممكن اعرفهم؟ مش لازم سي 4 بي 2 بي يبقوا لازقين فيه او سي 3 بي 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 3 بي لازقين فيه. فلما بيلاقي حاجه لازقه فيه ما بيعرفش يشتغل. حتى الصوره واضحه يا حد. طيب ايوه يا دكتور بس انت رافع صباعك. على 3 باسوي؟ لا يا حبيبي بيأثروا على الكلاسيكال، لأن بص الاثنين باسوي التانيين مش محتاج لا 1 ولا 4 ولا 2. لا خالص. طيب اقلبوا الصفحة. الصفحة دي برضه فيها كلام. امسك الكلام. بيولوجيكال افكت اوف كوبلينج.
على فكره الجايس اللي احسنك ما تاكلوش من الكتاب لانه هيجيب لك توابسين في دماغك. ولا الورق انا بكلمك ولا الورق. طب اشكر ولا الورق بالظبط. ادخل من غيره ده ما تذاكرش دي اخرتها. حاضر حاضر. والحمار اللي اسمه وليد بيقول لي والله الرسومات عايزه كتالوج. انتوا عارفين ده هو ده اللي مضيع وقتي في حياتي، ان انا بدور لكم على رسومات مناسبه لمنهجكم والداتا شو. ففي الاخر تقولوا لي ابقى اكتب لنا قدام كل الناس بقى ايه. طب ما تتنيل تكتب في الحصه، يعني نفسي اعرف الاسهل لك. مش انا بقول كل رسمه تتابع ايه، طب ما تكتب على الرسمه تبع ايه. واخدين بالكم؟ مجهود. الله يدور. فعلا. حسبي الله ونعم الوكيل. تعبت نفسك على الفاضي. خلاص احنا قدامنا فرعين تانيين. ماشي. لا والله هبتدي بقى اقلل تعبك. ماشي يلا. خلاص يا زفت خلاص. انت ريحتني كده. لا في داتا شو ولا في الوان بعد. خلاص انا خضبت. بص هنبتدي بقى حاجه اسمها بايولوجيكال فانكشن اوف كومبلكس. الراجل بيتلكك. الراجل ما صدق. طيب بص دلوقتي يا حبيبي. يلا يلا يا حبيبي قدامنا صفحتين وناخد البريك ان شاء الله. كأني بعذبكم. هو مش هناخد 10 صفحات؟ ما هو هناخد 5 صفحة بعد البريك، بس الوقت اللي بعد البريك ساعة واحدة. اسف. مين يا دكتور؟ مين يا دكتور؟ مين يا دكتور؟ والله ناس. ماشي بقى. ماشي. يا ابني قلت لك مرة أخيرة. اللي بيتجوز مرة بيكره حياته. بالظبط. بذمتك بقى لو الجو بتاعي كنت هكنسل عليها. كنت هقول لكم طب معلش ومش عارف ايه وبتاع. معي. بص يا حبيبي. الو. ايوه معلش انا في محاضره دلوقتي وكنسلت على حضرتك 3 مرات، فمعلش ما تطلبنيش لو سمحت دلوقتي. مع السلامه. يا ابني دي واحدة من بنك بيقعدوا يقعدوا عليك عروض، يقولك مثلا نديك قرض نجوزك مثلا. والله العظيم. فده طول حياتي كده. واخدين بالكم؟ طبعا. وبقى اتكلمك بصوتنا وهمي ويا دكتور ومش عارف ايه وبتاع. طب نتقابل اشرح لك. طب مش عارف ايه يا ولية انا مش فاضي. طب مش عارف اجيبك ايه. طبعا طبعا هبعتها لك. كل ده قدامنا وصلاحها في البريك. بالظبط بالظبط. ما هو ده السين. قلت لها اول ما زعقلك تكلميني على طول بعد كده. يلا خلاص خلاص. ربنا ما جاتكم مقطعين الارزاق. خلاص بص دلوقتي هنيجي بقى لسؤال مهم اسمه بايولوجيكال فانكشن اوف كومبلكس. هتلاحظوا ان العناوين الكبيره ما فيهاش اي مشكله. يعني السؤال ده لما بيجي في الاسي اجابته بتبقى بسيطه جدا. هي الكارثه بقى الاسئله في الام سي كيو. فبصوا في الورقه لو سمحتوا. احنا عندنا يا حبايبي ربنا خالق الكومبلمنت عشان الاتي. طبعا اول حاجه تعمل لايسز للاورجانيز. فاكرين مش ماك بيخرم ولا لا؟ طيب تاني حاجه في عمليه الانفلاميشن كنا خدناها زمان عندك سي 5 اي. فاكرين الايهات اللي غدرت الكاسكيد يا جماعه؟ قلنا بتلعب دور. فعندك سي 5 اي بيشتغل كيموتاكسيس. وبعدين 3 اي و4 اي و5 اي بيعملوا على الماست سيل ايه، بيشتغلوا على الماست سيل ويحصل دي جنريشن. وبعدين اهم واحد بقى سي 3 بي. فاكرين 3 بي مش خدناه بيعمل اوبسونايزيشن ولا لا؟ يبقى معظم الكلام ده خدناه قبل كده بس عايزين نرتبه اكتر لو سمحت. كله يبص لي بقى لان الصفحه دي فيها اسئله ام سي كيو كتير، لكن على الريتم ده ما فيهاش اي حاجه. بص هبتدي بالفانكشن بتاع سي 3 بي. اول فانكشن مش احنا خدنا قبل كده ان سي 3 بي ده اوبسونين ولا لا؟ تعالوا بقى نفتكر مع بعض. ادي البكتيريا وبعدين وصلت بالكاسكيد اي كاسكيد فيهم لثلاثة بي. ساعات بقى ثلاثة بي يقول لك ايه؟ انا مش مكمل الكاسكيد، انا حمرقت. مش انت عايزني اقتل البكتيريا؟ انا هوقف الكاسكيد واخد البكتيريا اعمل لها اوبسونايزيشن واقتلها. قولوا لي بقى هيروح لمين؟ ماكروفيج او نيوتروفيل. قولوا لي
الماكروفيج والنيوتروفين مش بيبقى عليهم ريسبتور اسمه سي 3 بي ريسبتور، فهيقوم الكومبلي لازق بالبكتيريا على سي 3 بي ريسبتور، تقوم البكتيريا بلعه على طول، سوري الماكروفيج بلع البكتيريا. بس احنا خدنا الكلام ده قبل كده وشفناه في الداتا شو. يبقى ده اول حاجه اوبسونايزيشن. هاجل بقى الاثنين اللي على اليمين لغايه ما بخلص الكومبلمنت كله ونطلع بقى فوق ناخد بالترتيب. بصوا اول فانكشن للكومبلمنت لايسيز اوف اورجانيزم. طب واحد يقول لي يا دكتور الكومبلمنت ممكن يخرج اي حاجه تتخيلها، يعني اي اورجانيزم. طبعا الكتاب كاتب لك بكتيريا بس، لكن يخرم بارازايت، يخرم فيروس، يخرم فانجس. حتى لما تيجي تاخد الاميونيتي اجينست بارازايت هتلاقي كنا كاتبين الكوبلي. فاي اورجانيز ممكن يتخرم، مش كده وبس بقى، فيرالي انفكتد سيل او تيومر سيل، فاكرين اللي هي بتموتهم اساسا ناتشورال كيلر وسي تي ال، ممكن الكاسكيت بتاع الكومبلمنت يخرم، يبقى ما بيقفش قدامه اي حاجه. بس تخلي بالكم بقى، لا لما نخلص الصفحه يوسفلك السؤال. بص لكن القاعده تقول لك ايه، في بكتيريا very sensitive للكومبلمنت وفي بكتيريا highly resistant للكومبلمنت. بالمنطق قولوا لي لما تكون البكتيريا السيل وول بتاعها فين سهل جدا تتخرم بالكومبلمنت ولا لا؟ فجميع البكتيريا اللي عندها ثين سيل وول ار هايلي سسبتبل للكومبلمنت، على راسها عيله النيسيريا. اظن كلكم خدتوا حصه العمل الاولى، فاكرين النيسيريا كانت بتطلع على تشوكل اللي هي جونو كوكاي ومنينجو كوكاي، دول اسهل عيله بتتخرم. هنا بقى في الام سي كيو يختبر انا فاهم الحته دي ولا لا، كله يبص لي. قولوا لي جيت اقول لك في الام سي كيو ايه؟ قول لي يا ابني واحد مولود بديفيشنسي من اول سي 5 لغايه سي 8 لان مفيش ديفيشنسي في سي 9 عندنا. قولوا لي لما اكون من 5 ل 8 ما عنديش كده مش هعرف اعمل مين؟ الباك. بالظبط يجي لي ريكارنت انفكشن باني بكتيريا النايسير؟ لا مش جرام نيجاتيف، احنا بنحدد عيله النايسير. يبقى النايسير بما ان هي بتقتل اساسا بالماك، يبقى لو انت عندك ديفيشنسي من سي 5 لسي 8 كده هتلبس نايسيريا على طول. فاكتبها بالرصاص لو سمحتوا. مكتوب سين في الوول اكزامبل نايسيريا، اكتب بين قوسين تحتيها بالرصاص ديفيشنسي ديفيشنسي فروم سي 5 تو سي 8 ديفيشنسي فروم سي 5 to C8. سهل. Recurrent infection with Neisseria. Recurrent infection with Neisseria. طيب. سؤال very common عندنا. بعد كده. كله يبصي. طبعا خلي بالكم. التكة في ايه بقى؟ لا اسيبها للامتحان الحامل لكم. لما غششك السؤال خلاص انتهى. بص. دلوقتي. العكس بقى قولوا. لو اتكى في السؤال، ما السؤال ما بيجيش مباشر كده، يعني انا مش بجيب لك نايسيريا كنايسيريا، بجيب لك حاله، يعني واحد بيجي له ريكارنت جونوكوكال انفكشن. مش بقول لك نايسيريا، لا، واحد بيجي له ريكارنت جونوكوكال انفكشن. طب يا ترى بقى الراجل ده ممكن يكون بيعاني من ديفيشنسي في اني كومبلمنت وهكذا. فخلوها ان شاء الله لما بصوا كل الاسئله انواع الاسئله هنزلها لكم، مش هتلاقوا بقى لا سمكه غريبه ولا جيب غريب ولا الكلام ده. طيب بص العكس بقى، لو عندك بكتيريا عندها سيك سيل وول وكبسول، قولوا لي يا جماعه هل الماك هيقدر يخرمها؟ لا، دول هيبقوا هايلي ريزيستنت للماك، وعلى راسهم بكتيريا اسمها ستريبتونومونيز من عيلة الستريبت، دي اكتر بكتيريا الكبسول بتاعها تخين. طب الجدع يقول لي بقى البكتيريا اللي الماك ما يقتلهاش ازاي الكومبلمنت ممكن يقضي عليها؟ الله ينور عليكم، ده انتوا رائعين.
بالاوبسونايزيشن. محدش يكتب. يعني انا دلوقتي مش عارف اخرج. طب خلاص يا عم الحاج، ما لما يجي سي 3 بي بلاش يكمل الكاسكيد ويروح يعمل اوبسونايزيشن. اخر حاجه هعمل لكم الكلام ده، يعني كل الكبسولات البكتيريا تقدر تعمل لهم اوبسونايزيشن بسي 3 بي ولا لا؟ ما عدا لو كان الكبسول معمول من سيانيك اسيد. فاكرين الكبسول اللي معمول من سيانيك اسيد ما ينفعش سي 3 بي. واحد يقول الله يخرب بيت العيش، امال بقى لو الكبسول معمول من سيانيك اسيد ازاي حموت البكتيريا؟ هتعمل لها اوبسونايزيشن بالانتي بودي اللي هو الاي جي جي. مش الاي جي بيشتغل اوبسون ولا لا؟ هنا بقى الكفل مش هينفع فيها خالص، لا ماك ولا اوبسون ولا اي حاجه. شايفين يا جماعه؟ يبقى في ظهر الصفحه. العمليه سهله جدا، انت لو فاهم هتجيبها. يبقى في ظهر الصفحه. عشان كده بقى براءه ذمتي من اي سؤال يجيبه اكتبه في ظهر الصفحه. بكتيريا بكتيريا ويز كبسول او كبسوليت البكتيريا، اي حاجه كبسوليت البكتيريا، طلعوا سهمين. اول سهم must be opsonized by C3، must be opsonized by C3، must be opsonized by C3. السهم التاني if the capsule is formed of sialic acid، if the capsule is formed of sialic acid. سهم opsonized by IgG، opsonized by IgG. خلي بالك هو ده الانتي بودي الوحيد اللي بيشتغل كاوبسون، فopsonized by IgG. طيب يلا حبيبي بقى نكمل بقيه الصفحه. هو اللعب كله كان في اول فقره. اللي جاي بقى عبيط، قولوا لي يعني ايه كلمه ان الكومبلمنت يلعب دور في الانفلاميشن؟ اقول لك C5A اللي غادر التفاعل، مش ده كان بيشتغل ككيموتاكسيس ولا لا؟ فهيعمل لك اتراكشن لعدد كبير من نيوتروفيل. قولوا لي يا جماعه اقوى مادتين بيعملوا كيموتاكسيس في الاميونتي هم مين؟ ده واحد فيهم انترلوكين 8 اللي هي عيله الكيموكاين. فاكرين مش احنا خدنا حاجه اسمها انترلوكين 8 اللي هي عيله الكيموكاين؟ يبقى احنا في المنهج كله ما عندناش الكيموتاكسيس الا الاثنين دول، العيله اللي اسمها كيموكاين اللي هو انترلوكين 8 وسي 5. كمان يا حبايبي 3A و4A و5A مع بعض هيروحوا يلزقوا على الماست سيل، لان الماست سيل عندها ريسبتور للتلاته. واظن احنا خدنا القصه بقى لما تلزق على الماست سيل يحصل لها ايه؟ دي جرانوليشن، تقوم مطلعه مين؟ الهستامين واخواته، يعمل كل الحاجات زي تايب 1 هايبر سنسيتيف بالظبط. وعشان كده بنسمي 3A و4A و5A انافيلاتوكسين. كلمة انافيلاتوكسين يعني بيعملوا انافيلاكسيس. قولوا لي هو بيننا وبين بعض كلمة انافيلاكسيس يعني ايه؟ فازو دايلاتيشن. الله ينور عليك. احنا قلنا المعنى العلمي، فاكرين كلمة انافيلاكسيس يعني اجينست بروتكشن. لكن بيننا وبين بعض كل ما اشوف كلمة انافيلاكسيس يعني معنى كده في حاجة اسمها فازو دايلاتيشن. جميل. تعالوا بقى سي 3 بي اخر حاجة. بصوا يا حبيبي سي 3 بي بقى الصف بتاعك والله عايز الحرب. ده محمد الغلداني اللي كان بيتكلم قاعد عشان عيان وعمال ينشر لنا الايه؟ القرف في الاوضه وكلنا هنطلع على المستشفى. ما بيتكلمش، اتهد الراجل. والاربعه اللي جنبيه سبحان الله. لا يا حبيبي نلف براحتك. ما احنا قاعدين في مستشفى الصدر. هنطلع بتي بي ان شاء الله. نعم؟ طيب مريض يا حبيبي ماشي. طيب بصوا من بقه بقى ما دام مريض. عشان تاخد لك شويه انفكشن وسياح منك. طب الحمد لله. طب الحمد لله. طيب يلا يا جماعه. فالصف اللي جنبك يا محمد لو سمحت كلهم يهمدوا شويه لو سمحت. ماشي. او كح في وشهم بقى يعني كل هيعطس عطستين ثلاثه. طيب يا دي القرف. بص اخر فانكشن بتاعت السي 3 بي. قولوا لي يا حبايبي اول فانكشن للسي 3 بي كان حاجه اسمها ايه؟ اوبسونايزيشن. الاثنين فانكشن الجايين بقى ما خدناهمش قبل كده، هم سهلين جدا. بصوا يا جماعه
فاكرين كله يبص لي لما عملنا اكتيفيشن للبيسل في مذكره اليومورا، مش كانت البيسل بيحصل لها حاجه اسمها كولونال اكسبانشن، يعني بتكتر. طيب وبعد كده بقى بيتحولوا لايه وايه؟ بلازما سيل وميموري سيل. مش اي خليه بتكتر في الاميونيتي، بتتحول لافكت وميموري. الله ينور عليكم. بصوا بقى اللي بيتحولوا لبلازما بيطلع عليهم ريسبتور اسمه سي 3 بي ريسبتور، لازم يكونوا اكتيفيت عشان السي 3 بي ممكن يجي يلزق فيقوم مزود الانتي بودي برودكشن، يعني هيخلي البلازما تطلع انتي بودي اكتر من الايه؟ من الكميه العاديه. وعشان كده فاكرين بقى لما خدنا البلازما قلنا ربنا خالقها عمرها الافتراضي قليل لا تتكاثر، ومع هذا هي بتصنع لك الاف الموليكيول في انتي بودي بير سكند. ايه اللي بيخليها بقى تصنع الاف الموليكيول؟ السي 3 بي. يعني انا لو مولود بديفكت في سي 3 بي كميه الانتي بودي بتاعتي هتبقى قليله. يبقى بصوا في الورقه لو سمحتوا، بقول لك ايه؟ انكريز انتي بودي برودكشن، السهم الثاني سي 3 بي بايندز تو سي 3 بي ريسبتور، اهم كلمه اكتيفيتد بي. يعني قولوا لي يا جماعه لو بي مش اكتيفيتد مفيش انتيجن فيها، هل الكومبلمنت يعمل لها اكتيفيشن؟ طبعا لا، هتعمل لها اكتيفيشن ليه؟ ما دام مفيش انتيجن عمل لها اكتيفيشن. اخر فانكشن السي 3 بي بيخلصنا من حاجه وحشه جدا بتتكون في جسمنا اسمها اميون كومبلكس. احنا هنعرف الاميون كومبلكس دي بعد البريك على طول، في حاجه اسمها تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. فنعتبرها لغايه دلوقتي ايه؟ حاجه وحشه. واحد يقول لي بقى بيخلصنا منها ازاي؟ بص الاميون كومبلكس لما بتتكون يجي يلزق فيها السي 3 بي ويقوم واخدها للماكروفيج، تقوم الماكروفيج بلع الاميون كومبلكس ومكسره، كده خلصك منه. وعشان كده بقى لو السي 3 بي ما عملش الفانكشن دي الاميون كومبلكس يزيد في جسمك فهيلبسك حاجه وحشه اسمها تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي اللي هناخده بعد البريك على طول. عايز اسمع الكومبلمنت على الغايب لو سمحتوا البيولوجيكال فانكشن. قولوا لي اول فانكشن للكومبلمنت اسمها ايه؟ لايس. مين اللي بيعمل لايس؟ ماك. طب قولوا لي مين البكتيريا اللي هايلي سسبتابل تو ماك؟ اللي عندها سين سلول. ومين البكتيريا اللي ريزيستنت؟ اللي هي عندهم كبسول. ولما يبقى عندك كبسول تضطر تعمل ايه؟ اوبسونايزيشن بسي 3 بي. ولو الكبسول سياليك اسيد هتعمل اوبسونايزيشن بالانتيجين. الله ينور عليك. طيب تاني فانكشن اسمها انفلاميشن. قولوا لي السي 5 ايه بيعمل ايه؟ كيموتاكسيس. و5 ايه و3 ايه و4 ايه مع بعض بيعملوا ايه؟ انافيلاكسس. بالظبط اللي هم بيفرقعوا الماست سيل. طيب سي 3 بي بقى ليه 3 فانكشن. قولوا لي اول واحد اوبسونايزيشن، ثاني واحد انكريز انتي بودي برودكشن من البي، وثالث واحد ريموفال من حاجه وحشه اسمها اميون كومبلكس، ولو اترسبت تعمل لك حاجه اسمها ايه؟ تايب 3 هايبوثيسيس. الله ينور عليكم. اقلبوا بقى اخر صفحه قبل كده. ايوه يا يوسف. لا مش كلهم. بص هقول لك انت بتموتها بطريقه غير مباشره ازاي؟ بيبقى في انتي بودي لازق فيها. حلو، عملت كاسكيد جي سي 9 لقى في سي دي 59 مش هيعرف يشتغل، ما لقاش هيكسرها. مش كل الخلايا يا يوسف فيها سياليك اسيد، ومش كل الخلايا فيها سي دي 59. اللي فيهم يبقى مش هيكسرهم. ماشي؟ طيب بص اخر حاجه بقى موضوع عبيط اسمه ايه؟ كلينيكال اسبيكتس اوف كومبلمنت. يلا يا جماعه ده اسهل حاجه. يعني ايه؟ ايه الامراض الاكلينيكيه التي تنتج عن ابنورماليتي في الكومبلمنت؟ يبقى انا لو دكتور مناعه وبعدين جاي لي واحد عنده عيب في الكومبلمنت هيجي لي يشتكي من ايه بالظبط؟ ده اللي هنناقشه دلوقتي. حاجات منطقيه كلها. اول حاجه انت يا اما
يبقى الراجل عنده ديفيشنسي في الكومبلمنت نفسه، يا اما بقى الاخطر، تخيلوا الاخطر، انه يبقى عنده ديفيشنسي في سي 1 انهيبيتور. فاكرين سي 1 انهيبيتور اللي هو بتاع ريجوليشن؟ تخيلوا بقى ده هيبقى اخطر من الديفيشنسي بتاع الكومبلمنت نفسه. يلا بصوا لي بقى، شوف دلوقتي اول حاجه ديفيشنسي اوف كومبلمنت نفسه، اكتر كومبلمنت بيتعبنا هو السي 3، قصدي احنا لسه واخدين الفانكشن بتاع الكومبلمنت دلوقتي. فلو سي 3 مضروب كده الباسوي كلها بتبقى مضروبه. ففي ناس بتتولد بديفكتيف سي 3 كده بقى قلوب. كله يبص لما يكون عندي ديفكتيف الكومبلمنت يجي لي اكتر انترا سيلولار بكتيريا ولا اكسترا سيلولار بكتيريا؟ طبعا اكسترا يا حبايبي. الانترا سيلولار لو انتوا فاكرين كانت تبع مين؟ السيل ميديت. لكن قولوا لي هو مش الكومبلمنت ده تبع الهيومورن؟ يعني انتي بودي. طب احنا متعودين مش الانتي بودي بيصطاد دايما الاكسترا سيلولار بكتيريا ولا لا؟ وبالتالي بصوا بقى حمليكوا تجميع اللي اكتشفتوا انكوا عشان مش مذاكرين بتنسوا الكلام ده. كله بصوا هتشكل. لما تلاقيني في راس السؤال كاتب لك ايه؟ حالة بتقول واحد عنده recurrent biogenic infection. البيوجينيك دي ليها اسم تاني extra cellular bacteria، ليها اسم تاني acute infection. كل دول مترادفات. ايه الديفكت في الاميونيتي اللي يبقى عنده؟ تلات حاجات، يا ديفكت في الانتيبودي، يا ديفكت في الكومبلمنت. فاضل واحد بقى ده اللي نسيتوه، فاج. ما هو الانتيبودي هي البيسل، فاجوسايت. خدناها بس في مذكره السيل ميديتد اميونيتي. احنا لما خدنا السيل ميديتد اميونيتي يا جماعه مش اخر صفحه فيه كان ديفيشنسي، فكان في حاجه اسمها ديفيشنسي في الفاجوسايت اللي هي فاكرين حاجه اسمها شيدياك هيجاشي ومش عارف ما عنديش ادهيجن، عندي ما بعرفش اعمل ادهيجن. كل ده كان مكتوب تحته ريكارنت بايوجينيك انفكشن. يبقى اكتب لي بقى في ظهر الصفحه كل دول هيبقى نفس السبب. يبقى اكتبه في ظهر الصفحه recurrent pyogenic infection، recurrent pyogenic infection بين قوسين extracellular، extracellular or acute، كله معنى واحد extracellular or acute. يبقى recurrent pyogenic infection بين قوسين extracellular result from deficiency of، results from deficiency of. طلع ثلاث اسهم. اول سهم انتيبودي اللي هي بي سيل، هي انتيبودي او بي سيل. السهم الثاني كومبلمنت. السهم الثالث والاخير فاجوسايتس. بالظبط فاجوسايتس. اي ديفيشنسي تاني بقى تلاقيه في راس السؤال هيبقى تبع السيل ميديتد خلاص. طيب بصوا لي بقى تاني حاجه، ممكن الديفيشنسي اوف كومبلمنت تلبسك هايبر سنسيتيفيتي تايب 3. بصوا بقى ازاي، دي سهل. بصوا يا جماعه، في ناس مولوده بديفكت في سي 1 و4 و2. قولوا لي لما يبقى ديفكت في سي 1 و4 و2 كده مش هتعمل مين؟ سي 3 بتاع الكلاسيكال باسوي اللي هو بص اهم باسوي. يعني الكلاسيكال هو اهم من الالترناتيف واللكتم باسوي. يعني انت كده فقدت المصدر الرئيسي بتاع سي 3. ساعتها قولوا لي بقى مش هيطلع لك سي 3 بي؟ وانا لسه متفق معاكم ان السي 3 بي ده بينظف من جسمك حاجه اسمها اميون كومبلكس، فساعتها الاميون كومبلكس يزيد فيلبسك ايه؟ تايب 3 هايبر سنسيتيف اللي هي احد الديزيز بتاعتها سيستميك لوباس اريسيماتوز. يبقى ده الديفكت التاني كده جالك تايب 3 هايبر سنسيتيف. السهم التالت بقى هاجله لغايه بعد البريك اللي هو بتاع باوند انتي بودي، ده تبع حاجه اسمها تايب 2 هايبر سنسيتيف. ما تعملوش عليه انتوجيشن مارك، واخدين بالكم؟ اه ده هنفهمه لما ناخد تايب 2 هايبر سنسيتيف. يبقى قولوا لي بقى على الغايب
الديفيشنسي اوف كومبلمنت تؤدي الى كم مرض؟ ثلاثة. لو سي 3 يجي لك ريكارنت ايه؟ بايوجين. ولو سي 1 و4 و2 يجي لك تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. وممكن يجي لك حاجه اسمها اوتو اميون لسه ما عرفناش لغايه دلوقتي يعني. طيب العكس بقى وهو الاخطر. جالي ديفيشنسي في سي 1 انهبيتور. خلي بالكم بقى ده مرض مميت. قولوا لي لما يجي لي ديفيشنسي في سي 1 انهبيتور كده مش هقدر اعمل ريجوليشن لاني باسوي الكلاسيك. فقولوا لي بقى ساعتها سي 1 شغال عمال على بطال، فكده هيزيد الاكتيفيشن بتاع سي 1 و4 و2 صح؟ والكاسكيد كله هيزيد. واحد يقول لي طب انت زعلان في ايه؟ قولوا لي مش الكاسكيد ده بيطلع منه 3 ايه و4 ايه و5 ايه اللي هما بيعملوا ايه؟ انا في الاكسس يعني هيطلع لك هيستامين بالهبل، فيبتدي بقى يحصل لك اديمه في كل حته. واخطر حته يحصل فيها اديمه اللارنكس، يحصل لك لارنجيال اديمه وسفوكيشن. تلبس سيادتك ايه بقى؟ مرض اسمه هيريديتري انجيو نيوروتيك اديما. بصوا نترجم هيريديتري يعني وراثي، انجيو بلاد فيسي، نيوروتيك لان يبقى فيه نيرفس مانيفستيشن بس هتاخدوها بقى لما تكبروا في بطنه، واديما لان في اديما. يبقى هيريديتري انجيو نيوروتيك اديما. سؤال بقى للاذكياء، لما تيجي تقيس في هذا المرض الفري سي 1 و4 و2 الاول اقول لكم يعني ايه كلمه فري؟ يعني نوت اكتيفيتد، لسه ما حصلوش اكتيفيشن. هتلاقيه قليل ولا تلاقيه كتير؟ قليل. ليه يا جماعه؟ لانه معظمه بقى اكتيفيتد. يعني افرض البون مارو مطلع لك 10 مولكيول سي 1 و10 4 و10 ايه 2 وانت عمال تستهلكهم على طول، ففي الاخر لما هتيجي تقيس المتبقي من العشرة هتلاقي واحد. يبقى في الحالة دي اكتبه بالرصاص في الهيريديتري انجيو نيوروتيك اديما there is decrease in free. كلمة free مهمة قوي، free سي 1 و4 و2 free اللي هو not activated اللي هو not activated. طيب وبالتبعية قولوا لي بقى خلاص اخر دقيقة قبل البريك قولوا لي سي 1 و4 و2 هيبقوا قليلين؟ قولوا لي يا جماعة. طب انت عمال تعمل اكتيفيشن للكاسكيد وشغال الله ينور من غير ريجوليشن وما متش من الإديمة، افرض ما جاش اديما في اللاريكس ما ممكن يجيلك في حته تانيه وما متش وفضلت عايش. قولوا لي يا جماعه بعد سنتين ثلاثه هيبتدي السي 3 نفسه وكل الكومبلمنت يقل ولا لا؟ مش احنا قلنا بيطلع من الليفر؟ الليفر مش ملاحق انه يطلع، عمال سنه سنتين يطلع وانت عمال تعمل لهم اكسس اكتيفيشن. فبعد شويه بقى بيزول خطر انه يموت من الإديمة، خلاص ابتدى الكفر من بقى يقل فابتدى يجي له انفكشن. فعشان كده هتلاقيني السهم التاني كاتب لك ايه؟ في نهاية المطاف، يعني نفس الديفكت بالظبط بس الراجل ما ماتش. الليفر سيعجز عن تعويض اللي بيحصل له اكتيفيشن، فيبتدي السي 3 ال يحصل له ريكرنت انفكشن. يعني قولوا لي بقى عشان تاخدوا بريك والا مش هتاخدوا بريك، السي 1 انهبيتور ده اخطر الديفيشنسي بتاعه من الكومبلمنت نفسه ولا لا؟ اول حاجه لانه بيموتك، الديفيشنسي بتاع الكومبلمنت ما بيموتش. تاني حاجه حتى لو عشت هيجي لك كانك جالك الديفيشنسي بتاع الكومبلمنت بالظبط، وهيبقى كل الكومبلمنت، وبالتالي تحط في دماغكم السي 1 انهبيتور اخطر من الديفيشنسي. بريك لغاية 3 بالظبط، قدامنا ساعة بس قولي 3 هناخد 5 صفحات في ساعة لأنهم سهلين قوي، فمش عايز حد يتأخر عن 3. أيوة بص دلوقتي أنت مولود يا نيكا ما عندكش سوى اللي هو بيعمل